بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات دقت ساعة العمل على كل الأجواء وعلى كل المنحنيات في النادي الأهلي، بمعنى أن هناك الحمد لله انتصارات وتألق في فريق كرة القدم في الدوري المحلي. عندنا مباراة السوبر إن شاء الله يوم الخميس هنتكلم عنها بشكل كبير خلال هذه الأيام، أيضا خلال الفترة السابقة والفرق الجماعية سواء سلة طايرة هندبول، كل الفرق الجماعية والفرق الفردية الحمد لله هناك استقرار واضح جدا وتألق واضح جدا لكل الفرق الرياضية. ولكن على الجانب الآخر مجلس إدارة النادي الأهلي دائما عندما ينظر دائما للأمام، ينظر دائما لجمهور النادي الأهلي وجمعية العمومية داخل النادي الأهلي. عشان كده قلت لحضراتكم في البداية دقت ساعة العمل منذ أن بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي في إدارة النادي الأهلي منذ حوالي سنتين أو سنتين إلا شوية. بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي خلال السنتين اللي فاتوا يعيد الكثير من الحاجات اللي احنا كنا ناسيينها قبل كده. ابتدى مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي أن هو يعيد هيبة النادي الأهلي مرة أخرى، هيبة النادي الأهلي في كل المجالات سواء الرياضية أو حتى الإنشائية داخل النادي، زي ما حضراتكم شفتوا التطورات الكبيرة اللي حصلت في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، مقر النادي الأهلي أيضا في الشيخ زايد، وأيضا الافتتاح اللي كان أو من حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع أو شهر تقريبا كان هناك أيضا فرع النادي الأهلي أو مقر النادي الأهلي في الأقصر. إن شاء الله الأمور ماشية فيه بشكل جيد جدا. يسكت مجلس إدارة النادي الأهلي؟ لا أبدا، ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة السابقة وعد جمعيته العمومية ووعد جمهوره بأن يتم وضع حجر الأساس لمقر جديد في التجمع الخامس للنادي الأهلي، ليكون النادي الأهلي كالعادة الحقيقة الأول والأكبر في عدد المقرات بالنسبة لأي نادي في مصر الحقيقة خلال هذه الفترة. إيه اللي حصل؟ حصل حاجات كتيرة زي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت من الإنشاءات الداخلية في كل المقرات، في كل مقرات النادي الأهلي، ولكن النهاردة تحديدا حدث تاريخي كبير جدا جدا وهو وضع حجر الأساس في المقر الرابع للنادي الأهلي بعد مقر الرئيسي مقر الجزيرة ثم مقر الشيخ زايد ومقر أيضا مدينة نصر اللي بيحدث فيه، عايز تقول زي ما تقول قول بقى، المقر مدينة نصر حاجة أوروبية، يعني اللي بيروح مدينة نصر، أنا ما بروحش مدينة نصر كتير عشان المسافة لأن أنا ساكن هنا، فلكن لما بروح مدينة نصر الحقيقة بشوف حاجة جميلة جدا 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 وحاجة رائعة جدا جدا. ولكن دائما النادي الأهلي ينظر إلى المستقبل، أو مجلس إدارة النادي الأهلي ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى أبنائه وأعضاء جمعيته العمومية وجمهوره المتواجد في الجانب الآخر البعيد شوية عن التجمع الخامس يعني. فعشان كده تم وضع حجر الأساس النهاردة للمقر الرابع للنادي الأهلي، إن شاء الله قريبا جدا أيضا هيكون المقر في الأقصر كأول نادي من الأندية الكبيرة. دايما النادي الأهلي ودوره القائد والرائد الحقيقة دائما ان هو بيقتحم مجالات من الصعب جدا ان يقتحمها، او بيقتحم اماكن من الصعب جدا ان يقتحمها اي نادي اخر او يفكر فيها اي نادي اخر. احنا بنفكر وبنشتغل وفجأة بتلاقي الموضوع ابتدى يظهر الى النور، وبعد كده تلاقي الدنيا اشتغلت وعدى سنة واثنين وثلاثة واصبح للنادي الاهلي مقر، بقية الاندية بقى بتفكر كما يفكر النادي الاهلي بعد كده. عفوا. فعشان كده بقول لحضراتكم الحقيقة حاجة جميلة جدا، أنا كعضو جمعية عمومية وكثير من أعضاء الجمعية العمومية اللي موجودين في النادي، وبعيدا عن أعضاء الجمعية العمومية جمهور النادي الأهلي اللي بالملايين 70-75 مليون الحقيقة واقفين في ظهر النادي الأهلي، واقفين عارفين قد إيه إن اسم هذا النادي الكبير والعريق الحقيقة يخليك تبقى مبسوط لما بتحصل أي حاجة جديدة، يخليك دايما بتبقى سعيد كده وعندك سعادة وفخر بكونك تنتمي لاسم هذا النادي العظيم والكبير. مجلس إدارة النادي الأهلي بيسير في الاتجاهين، الاتجاه الرياضي زي ما قلت لحضراتكم تألق كبير جدا زي ما حضراتكم بتشوفوا خلال الفترة اللي فاتت. عفوا، ومش فريق كرة القدم بس، ولكن كل الفرق الجماعية والفردية الحقيقة عاملين مستويات رائعة خلال الفترة السابقة. أيضا
على الجانب الإنشائي زي ما قلت لحضراتكم في البداية، كل مقرات النادي الأهلي، خش مقر مدينة نصر هتتبسط، خش مقر الجزيرة هتتبسط، خش مقر الشيخ زايد هتتبسط، أي مقر في الأندية أو أي مقر في الأربع مقرات اللي موجودة، ثلاث مقرات والرابع إن شاء الله اللي تم وضع حجر الأساس له، حاجة جميلة، حاجة محترمة، تخش تحس بريحة النادي الأهلي، تحس بشكل النادي الأهلي، ستايل النادي الأهلي العريق والحاجة المنتهى الفخامة اللي موجودة الحقيقة في الإنشاءات الحديثة، سواء في البوابات الإلكترونية اللي بتتعمل أو اللي اتعملت في مدينة نصر، شكل مقر الجزيرة من بره ومن جوه بقى عامل إزاي، التغيرات اللي بتحصل، مقر كرة القدم أو لما اتنقل المدرج ده للناحية التانية واتعملت أوض اللبس الجديدة وكل الحاجات اللي اتعملت فيها، كل ده لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ولخدمة طبعا الفرق الرياضية داخل النادي، زي ما حضراتكم شفتوا في الوحدة الاقتصادية مع شركة استادات خلال الفترة اللي فاتت، اتقال ان احنا هناخد فرع جديد او مقر جديد للنادي الاهلي في الاقصر، في الاقصر، وتم بالفعل هذا الموضوع خلال الفتره السابقه. ايضا حمام السباحه اللي بيتم الانتهاء من الامور الاخيره لتفعيله خلال الفتره القادمه، حمام السباحه اللي موجود بجانب النادي الاهلي، امور كثيره جدا جدا بيشوفها الجمعيه العموميه او بتشوفها الجمعيه العموميه، مش مجرد كلام بنقوله، مش مجرد كلام بنقوله. دي طبعا لقطات من افتتاح او وضع حجر الاساس لمقر النادي الاهلي الجديد في التجمع الخامس، مش كلام بنقعد نقوله او مجلس الاداره بيضحك على جمهوره، لا، ما عندناش احنا الكلام ده، احنا دايما او مجلس اداره النادي الاهلي دايما بيبص وبيعمل علشان خاطر جمهوره وعلشان خاطر أعضاء جمعيته العمومية، وده واضح جدا في كل الشغل اللي بيتعمل كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة. ولما بتكلم على الكابتن خطيب يبقى أنا بتكلم على مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، الأستاذ العمري فاروق والأستاذ خالد درندالي والأستاذ خالد مرتجي والأستاذ إبراهيم الكفراوي الأستاذ طارق أنديل الأستاذ محمد الضباطي الأستاذ الجرحي الأستاذ محمد الجرحي مهند، كل الأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي دائما بيبقوا مكرسين حياتهم إن هم يشتغلوا الحقيقة في خدمة أعضاء الجمعية العمومية وخدمة جمهور النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين أيضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي اللي له دور كبير جدا جدا في الأمور التنفيذية للنادي الأهلي، وهو اللي بيحافظ الحقيقة على شكل ومقرات النادي الأهلي في كل فرع أو كل مقر فيهم، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنفتح أو بيتم وضع حجر الأساس وتسليم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرض فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس للبدء في إنشاء المقر الرابع للنادي الأهلي. طبعا كان متواجد اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أيضا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طبعا حضر مراسم وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس. كذلك كابتن محمود والعميد محمد مرجان الحقيقة دايما بيبقوا واخدين بالهم من هذه الامور، تم دعوه جميع كباتن الفرق الرياضيه ليكونوا متواجدين في مثل هذا الحدث الجلل والتاريخي الحقيقه، وجود الحجر الاساسي او وضع الحجر لمقر النادي الاهلي في التجمع الخامس. كابتن خطيب الكلمه بمناسبه وضع حجر الاساس، خلينا نطلع نشوف ماذا قال رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في هذا اليوم التاريخي ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيد اللواء أركان حرب اللواء إيهاب الفار، جميع السادة الحضور، بيسعدنا حضوركم جميعا في يوم أعتقد من الأيام التاريخية بالنسبة للنادي الأهلي، يوم إضافة جديدة للنادينا من 1907 لغاية النهاردة. النادي الأهلي كل مجالس إدارته بتسلم بعض، هي سلسلة أنا بقى شايفها أنها سلسلة ذهبية، إن الناس كلها بتحاول تخدم النادي الأهلي أيا كان من 1907 لغاية النهاردة.
يمكن برضو يعني بيحضرني دلوقتي مثلا بعض الحاجات، النادي الاهلي الجزيره ده الرئيسي بتاعنا او الموقع التاريخي بتاعنا، ثم فكرنا بعد كده في نادي الاهلي مدينه نصر. نادي الاهلي مدينه نصر كان فكره سيد الفريق مرتجي الله رحمه الله عليه، قام بتنفيذ مجلس الكابتن شراء الارض، مجلس الكابتن عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه، قام بالتنفيذ الكابتن صلاح سليم ومجلسه رحمه الله عليه. ثم فكرنا في الشيخ زايد. الشيخ زايد نفس الكلام، كان فكره كابتن صالح رحمه الله عليه، ثم كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، هو برده المجلس بتاعه اشتروا الارض وبنوا، ابتدوا يبنوا مبنى، اول مبنى اتبنى اللي هو المبنى الاجتماعي الحالي كان في عهد مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي، ثم جه مجلس إدارة المهندس محمود طاهر أكمل المرحلة الأولى بالنسبة للشيخ زايد. النهاردة نفس الكلام، مجلس إدارة المهندس محمود طاهر كان اشتروا الأرض أو فكروا في اشتروا الأرض، وفعلا جابوا الأرض، لكن الأرض لما جينا عشان ننفذ إحنا بقى مجلسنا، جينا عشان ننفذ إحنا لقينا الأرض محتاجة أو في بعض الظروف الفنية ما ينفعش إن إحنا نكمل فيها، عشان كده إحنا لجأنا لدكتور مصطفى مدبولي كان وزير الإسكان، وورينا له حقيقة صور الأرض، وطلبنا إن إحنا ناخد الأرض اللي جنبها أو نغير مكان الأرض، لأن دي كانت هتكلف النادي ماليات كتير جدا جدا يعني، عشان بس نردم الأرض. الحمد لله وفقنا في هذا الأمر، والنهاردة إحنا بنوضع حجر الأساس لبناء إن شاء الله مش عايز أقول الفرع، أهلي التجمع بإذن الله، أهلي التجمع الخامس إن شاء الله. هي دي السلسلة الذهبية اللي بتكلم فيها، هو ده التعاون المثمر في مش بس مجالس إدارات، مجالس إدارات، قيادات، لاعبين، أجهزة فنية وإدارية. النادي الأهلي يا جماعة هو بيمشي كده، ده النادي الأهلي ودي أسلوب النادي الأهلي، عشان كده أيا كان مين في موقع المسؤولية فيما هو قادم، أرجو إن هو يحافظ على نفس الأسلوب ونفس الإدارة، لأن هو ده السبيل الوحيد للنادي الأهلي للحفاظ على مكانته وتاريخه وقيمه ومبادئه وكمان بطولاته، اللي هي شيء بالنسبة لنا طبعا بنفخر به، لأن أعتقد النادي الأهلي يمكن أكبر الأندية على المستوى العربي أو الأفريقي أن يكون عنده هذا الكم الكبير من البطولات ومن النجوم يعني. ده يمكن حبيت أن أنا أقول لحضراتكم هو ده أسلوب العمل في النادي الأهلي. النهاردة لما يجي بقى نفكر في النادي الأهلي بالتجمع الخامس، الحقيقة لما نلاقي جنبنا الهيئة الهندسية هي اللي معانا، أعتقد إحنا مطمنين يعني، حتى إحنا بنتكلم في مجلس إدارة كان كل الناس أول ما جينا اسم الهيئة الهندسية كله قال يا جماعة لا إحنا لازم نشتغل مع الناس دي، إن إحنا هنبقى عندنا من الثقة الكاملة إن يطلع حاجة إن شاء الله تليق بالنادي الأهلي وبالهيئة الهندسية وشغلها الواضح على مستوى الجمهورية كله. طبعا كمان مش عايز اكرر تاني بالنسبه لسياده الوزير، الحقيقه يمكن دكتور اشرف داعم دايما لاي منشأ رياضي جديد، وهو النهارده فعلا يمكن الفتره الزمنيه اللي احنا عشناها مع بعض الفتره اللي فاتت يمكن شرفنا بالحضور في اكثر من مناسبه انشائيه بالنسبه للنادي الاهلي ورياضيه بالنسبه للنادي الاهلي، عشان كده انا بشكره جدا وبكرر الشكر ليهم، وان شاء الله يكون على خير، وباذن الله بشكر بقى كل الساده الحضور واللي شاهدين على هذا الأمر، اللي كلهم النهاردة أعتقد أن هو تاريخ لكل واحد فيهم أن يكون بيضع حجر الأساس لنادي الأهلي التجمع الخامس إن شاء الله بإذن الله. يمكن برضو من مسيرة النادي أو من رؤية النادي الأهلي أن يكون هناك فروع أخرى بإذن الله. ابتدينا كمان دلوقتي بالنسبة لإخواننا في الصعيد، اللي هو الحقيقة يمكن أنا شخصيا أختي عايشة في الصعيد بقالها من سنة حاجة وستين يعني، فإن النادي الأهلي يتوجد كمان في قلب الصعيد وابتدينا بالأقصر، أعتقد إن شاء الله القادم هو واضح بالنسبة لمسيرة النادي الأهلي وأسلوب النادي الأهلي في التنمية المجتمعية من كافة الوجوه. بشكركم جدا مرة تانية للحضور، وإن شاء الله وعلى بركة الله نفتتح بقى المركز الجديد لنادي الأهلي. شكرا. يا جماعة الاحترام ده حاجة محترمة جدا. تخيلوا حضراتكم ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي، احنا الحقيقة متعودين وتعلمنا كده داخل النادي الاهلي لكل ابناء النادي الاهلي
اجيال، ودايما بنقولها لحضراتكم اجيال بتسلم بعض، اجيال بتسلم اجيال. كابتن محمود الخطيب ما قالش ان مجلس اداره النادي الاهلي الحالي هو اللي شال الحفر وهو اللي حط المش عارف ايه زي ما بيحصل، زي ما بنسمع في انديه كتيره تانية. لا، قال لك ان المجلس السابق برئاسه المهندس محمود طاهر عمل او بدا حاجه ولقينا الارض فيها مشاكل، غيرنا الارض وعملنا كذا. قبله فريق مرتجي، هذا الاسم الكبير في اداره النادي الاهلي خلال ورمز من رموز اداره النادي الاهلي الحقيقه خلال فترات طويله جدا، هو اللي بدا فكره مدينه نصر، انشاء مقر مدينه نصر. ومين اللي طوره؟ الكابتن الكبير ورمز من الرموز ايضا كابتن عبده صالح الوحش، وبعد كده الله يرحمه كابتن الاسطوره صالح سليم، وبعد كده الكابتن حسن حمدي. ايه الجمال ده؟ تخيلوا حضراتكم كابتن خطيب ما غلطش وقال يا جماعه اصل المجلس السابق عمل وخلى وسوى لا 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 لا، ده بيقول لك المجلس بدا، المجلس السابق واللي قبله واللي قبله بداوا كذا واحنا بنكمل كذا واتمنى من اللي جايين يعملوا كذا. كل واحد عمل اللي عليه بالمناسبه، محدش بيغلط في حد، محدش بيشتم في حد، محدش ما بيحبش حد، الكل بيجتمع على حب النادي الاهلي. من الممكن ان تكون هناك اداره خاطئه، وجهه نظرهم خاطئه في الاداره او شكلها مش مظبوط في الاداره، لكن في النهايه الكل بيجتمع على اسم النادي الاهلي وعلى حب النادي الاهلي. والله انا لا اقصد شيء اخر، انا بس بتكلم عشان هل حضرتك ممكن تتخيل ان في نادي بلاش في مصر اللي يقول لك، اصل انا عارف الناس التانية يقعد يقول لك ايه اصل اسلام بيلقح لا ما بلقحش على حد، ولما بعوز اتكلم بتكلم، لكن انا الكلام اللي بقوله ده فعلا من جوه الواحد بيسمعه. هل ممكن حد من بره يقول الكلام ده؟ يقول اصل انا مجلس الاداره السابق اللي هم كانوا في تنافس على مجلس الاداره السابق ما بين المهندس محمود والكابتن الخطيب، لكن قال لك عملوا وخلوا وسووا، مش نسي في النص كده وكل الكلام وقال لك ده كان بيعمله وبيخلوا. لا، ما حصلش وما بيحصلش داخل النادي الاهلي. ممكن تكون البدايه في وضع حجر الاساس، او حضرتك وانت بتتفرج ممكن ناس ما تاخدش بالها من الكلام ده، ولكن اذا كنت انا بقول الكلام ده، الناس الكبار اللي عاشروا الاساطير الكبيره جدا اللي الكابتن خطيب قال اساميها، عارفين جد، عارفين قيم النادي الاهلي، وعارفين النادي الاهلي لما بيتكلم او حد يطلع يتكلم باسم النادي الاهلي بيبقى بيتكلم ازاي. ولكن انا بوري الشباب الصغير ان انت لازم تكون تتعلم الشكل ده في اداره الحوار او في الحوار، ان يكون هناك احترام متبادل، وان النادي الاهلي دائما اجيال بتسلم اجيال. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا شايفينه، هو ده اللي احنا متعلمينه. مش عايزين نودي زي اللي بيحصل، انا معلش هطلع ثانيه واحده بس بره الموضوع ارجع تاني، زي اللي بيحصل اليومين دول، الناس عامله حرب على ماتش الاهلي والزمالك. هو ماتش يا جماعه، ماتش كره قدم. تلات لعيبه غلطوا في الاهلي ولا قالوا كذا ولا عملوا كذا، ما حدش يرد عليهم، ان شاء الله نرد عليهم يوم الخميس بالليل الساعه 10 ان شاء الله، يبقى الرد من خلال الملعب، من خلال الملعب. انا عمري ما ارد على عقليات صغيره، انا لما اجي ارد من خلال الملعب. انا اتعلمت كده وشفت كده وهفضل عايش بهذه الطريقه، ان النادي الاهلي اكبر من اي حد. النادي الاهلي يقول لك اصل انتوا ما بتحبوش، لا احنا مش ما بنحبش نرد، صدقوني الرد دائما، الرد العملي هو افضل شيء، الرد العملي هو افضل شيء. دايما خلي اللي يفرح يفرح، من حق الناس تفرح، ومن حق، ما هو مش كتير بيحصل، فمن حقهم ان هم يفرحوا، من حقهم ان هم يتبسطوا ويقولوا اللي هم عايزينه. ولكن انا بيبقى عندي رد دائما واحد، الرد من خلال الملعب، من خلال مباراه هيلعب فيها النادي الاهلي ضد نادي الزمالك، بطل الدوري هيلعب بطل، هي مباراه في كره القدم، اللي يكسب نقول له مبروك واللي يتغلب نقول له هارد لك. هو ده اللي انا اعرفه، هو ده اللي انا اتعلمته، هحاول اخلي النادي انا كاسلام واي حد اهلاوي هيحاول يخلي النادي، عايزين النادي الاهلي يكسب باي طريقه وعايزين، لكن عمرنا ما هنقلبها الحرب، عمرنا ما هنقلبها لكده. هناك بعض التعصب في فئه معينه من الجمهور وحضراتكم شايفين وعارفين اللي بيحصل سواء هنا او هنا بالمناسبه، ولكن المسؤول او اللي بيطلع يتكلم قدام الشاشه او اللي بيطلع هنا او اللي بيطلع هنا لازم يبقى واخد باله من كلامه. انت بتتكلم على بلد، انت بتتكلم على مباراه في كره القدم، المباراه في كره القدم
اتمنى من كل قلبي، ان شاء الله هنتكلم في الحاجات دي كتير الفتره اللي جايه، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في مباراه كره القدم اللي جايه، في مباراه السوبر اللي جايه، ولكن هي مش حرب يا جماعه. مفيش حرب في كره القدم، مفيش حرب. الناس التانيه عايزه تقلبها حرب، احنا مش هنعمل كده. هنفضل دائما هاديين، هنفضل دائما حاطين على راسنا تلج. كان دايما مانويل جوزيه لما يجي يتكلم معانا يقول لك وانت نازل الماتش حط على راسك، مش حط على راسك، ولكن يعني ايه، حاول تخلي نفسك هادي كول قوي علشان لما تنزل تفكر في كره القدم فقط. وهو ده اللي احنا عايزينه من اللاعبين خلال الفتره القادمه. اللاعبين اتفرجوا على كابتن خطيب وهو بيتكلم النهارده. اتمنى لو في حد من اللعيبه بيتفرج عليا دلوقتي، اتمنى ان حضرتك تجيب لو ما اتفرج ما لحقتش كلمه الكابتن خطيب في وضع حجر الاساس للمقر الرابع للنادي الاهلي، اتمنى ان حضرتك تتفرج على هذه الكلمه. هتتفرج عليها ليه؟ ما هو كابتن خطيب يعني بيضع حجر الاساس. لا، اتفرج على القيم والمبادئ والاخلاق اللي بيتحدث بيها مجلس اداره النادي الاهلي على لسان رئيسه، على لسان رئيسه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. فقالها بالترتيب كده، الفريق مرتجي، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كابتن عبده صالح الوحش، الله يرحمه كابتن صالح سليم، الله يرحمه كابتن صالح سليم، بعد كده ربنا يديله الصحه كابتن حسن حمدي، بعد كده المهندس محمود طاهر. شوفوا الاحترام في الكلام، وشوفوا اجيال بتسلم اجيال. هو ده اللي عايزين نعلمه للولاد الصغيرين، مش عايزين نعلمهم التعصب. ما تبصش للناس، ما تبصش لحد تاني، علشان برضو بياخدوا كلام اصله يقعدوا المهم ما تبصش لحد تاني، بص دايما لناديك، بص دايما ما تبصش ان في لعيبه في فرق اخرى طالعه مش عارف تعمل ايه وتقول ايه، سيبه. صدقني كل ده ممكن يكون مش عارف اقولها ازاي علشان بس ما تتخدش عليا، ولكن انا مش عارف اقولها ازاي. سيب اللي يقول يقول، عندنا ملعب وعندنا 90 دقيقه، اللي عايز يكسب وعايز يعمل حاجه يقول في ال 90 دقيقه. سواء في كرة القدم أو في كرة السلة أو في كرة الطايرة أو في كرة اليد أو في البينج بو، في أي حتة. الملعب هو اللي يقول وهو اللي يحدد. اتفرج على كلمة الكابتن خطيب وشوف الكابتن خطيب بيتكلم ازاي. في ناس تانية أو في أندية أخرى يقول لك ده كانوا كذا ما أنا مش عايز أقول على حد، بس عشان ما يقولكش أنت بتتكلم على نادي معين. ما بتكلمش على نادي معين، أنا بتكلم بشكل عام، بشكل عام. لما واحد بيمشي يقول لك اصله ما عملش حاجه، ده انا اللي بدات وانا اللي عملت. لا، شوف الراجل بيدي للناس، الله يرحمهم اللي ماتوا، الله يرحمهم، واللي موجودين ربنا يديهم الصحه، بيدي لهم حقهم. ثقه في النفس غير طبيعيه، وفي نفس الوقت اعتراف بجميل واسم النادي الاهلي، اعتراف ان النادي الاهلي ده خيره على كل الاسماء اللي اتقالت. وهو ده اللي احنا بنحاول نعلمه للشباب الصغير اللي طالع اللي بيتفرج. لما الكابتن خطيب يتكلم بالمبادئ وبالاخلاق دي، كابتن خطيب بيمثل مجلس اداره النادي الاهلي بالمناسبه، فلما يتكلم بالمبادئ والاخلاق دي صدقوني هو ده اللي بينقصنا خلال هذه الايام. معلش انا عندي شويه برد، فمعلش تعذروني، انا بقالي يومين ثلاثه عندي برد يعني. فهو ده اللي الشباب لازم ينظر له، مش تبص ان في ناس بتشتم ناس وناس لا لا لا، ابعد عن التعصب ده. مصر لا تحتاج الى هذا التعصب خلال هذه الايام. مصر تحتاج الى تضافر الجهود، ان احنا نعمل ماتش تنافسي في الملعب كويس جدا، كل واحد من ال 11 ولاد النادي الاهلي يموتوا نفسهم، وعلى الجانب الاخر اللي عايز يعمل حاجه يعملها، ما عنديش مشكله جوه الملعب، وبره الملعب يكون هناك تنافس ما بين الجمهورين، جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك، التنافس اللي احنا كنا بنشوفه ايام زمان. مش ان احنا نوجه لبعض شتائم، جمهور النادي الاهلي ما بيعملش كده الحقيقه خالص. وهتشوفه خلال الفتره اللي جايه، وعشان كده مجلس اداره النادي الاهلي حريص دائما على مصلحه النادي الاهلي في كل شيء، وحريص ان يتم ان يتواجد الجمهور خلال الفتره اللي جايه. فعملوا ايه؟ قال لك دايما تلاقي الكابتن خطيب تم اتخاذ قرار بان المباراه ستكون في استاد السلام ب 10,000 متفرج، ده رسمي. الكابتن خطيب كان قبل كده متكلم، رجع تاني يتكلم. هل الناس سكتت؟ قالت خلاص لا، طالما هناك امكانيه لعمل حفله كبيره بتضم 70-80 ألف، الحفله الاخيره حفله عيد الحب، الناس اتكلمت تاني، قالت لك يا جماعه احنا عايزين نلعب في استاد القاهره.
عندنا أمن محترم، أمن قوي يستطيع قيادة البلد أو بيقود البلد خلال الأيام السابقة السنتين ثلاثة اللي فاتوا لغاية دلوقتي الحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد جدا. عايزين نوري الناس، احنا بنتكلم بقى على مباراة سان داونز، احنا معلش انا عمال اتفرع من حاجة لحاجة، ولكن هو ده الكلام اللي انا بقى عايز اقوله. فهو دي هي دي القيم وهي دي اخلاق النادي الاهلي وهو ده الاحترام. اتمنى ان كل واحد من الجيل اللي ما شافش الاسماء العظيمه والاساطير الكبيره الله يرحمهم وربنا يديهم الصحه اللي متواجدين من رؤساء النادي الاهلي، ما تقول رئيس يبقى مجلس الاداره بالكامل في ساعتها. اتمنى ان الاجيال تقعد تتفرج على كلمه الكابتن خطيب، كلمه صغيره دقيقتين ثلاثه ولكن فيها قيم ومبادئ وحرص على القيم والمبادئ النادي الاهلي. في نفس الوقت عندنا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، راجل محترم جدا، راجل عارف قد ايه قيمه النادي الاهلي في كل، زي ما الكابتن خطيب قال، في كل الانشاءات وفي كل الاحداث الرياضيه او الانشائيه بتلاقي الوزير بنفسه متواجد وبيفتتح اي منشاه رياضيه او اي حدث رياضي سعيد للنادي الاهلي بيبقى متواجد دائما. راجل ماشي بخطى ثابته جدا في الوزاره، اتمنى له كل التوفيق. خلينا نطلع نشوف برضو ماذا قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في كلمته اليوم في وضع حجر الاساس للمقر الرابع للنادي الاهلي في التجمع الخامس. النهارده طبعا شيء ما بقاش جديد، بقى معتاد ان احنا يكون في حاجه لمؤسسة نادي الأهلي، بتكون حاجة جديدة، بتكون حاجة مرتبطة بالتنمية والتطوير، بتكون حاجة مرتبطة دايما بتطوير منظومة الاستثمار في الرياضة وأيضا المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة. النهاردة يعني مجرد ان احنا نكون موجودين كلنا لوضع حجر الأساس أو الإعلان عن بداية العمل وتدشين العمل في الفرع الرابع للنادي الأهلي، ده ليه معاني كتيرة وكبيرة. إن شاء الله نتمنى التوفيق لمجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة كابتن الخطيب والمجلس إدارة المحترم وأيضا لأعضاء النادي، والشراكة اللي موجودة النهاردة طبعا مع الجهة اللي بتعمر كتير وكتير 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 من المشروعات الكبرى في مصر الهيئة الهندسية، اللي ان شاء الله يعني وعلى راسها معالي اللواء ايهاب الفار، اكيد هيكون في منظومه بتجري، منظومه بتتحرك بشكل هندسي وشكل اداري وبروجكت مانجمنت وكل الحاجات اللي احنا متعودين عليها وبنبارك له. وهو يعني احنا موجودين بعضويه مجلس اداره هيئه سد القاهره للهيئه الاقتصاديه، اللي ان شاء الله نامل الكثير والكثير فيها الفترات المستقبليه اللي لسه بنحضر فيها الشغل للاعمال القادمه. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نلاقي حاجه كبيره زي الحاجات الكتيره اللي احنا شايفينها وبنشوفها وهنشوفها في المستقبل. دوام التوفيق للنادي الاهلي، شكرا والسلام عليكم. شخص محترم الحقيقه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ودائما متواجد في كل نجاحات النادي الاهلي سواء الرياضيه او الانشائيه. ايضا هذا التعاون الكبير ما بين النادي الاهلي والهيئه الهندسيه حاجه محترمه جدا. الهيئه الهندسيه زي ما الدكتور اشرف قال متواجده في كل انحاء مصر، والحاجات بتتنفذ بمنتهى الدقه وبمنتهى الجمال وبمنتهى الشكل الرائع، وبالتالي هي تعاون اقتصادي كبير ما بين النادي الاهلي في مقره الرابع ووضع حجر الاساس في مقره الرابع، وانشاء بقى هذا المقر عن طريق الهيئه الهندسيه بيعطي طمانينه كبيره جدا لاعضاء الجمعيه العموميه ولجمهور النادي الاهلي في ان الحاجه هتطلع 10 على 10 وفي نفس الوقت في التوقيت اللي مطلوب إن شاء الله أن يتم الإنشاء من خلال الفترة القادمة. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة، الواحد مش عايز يسيب الكلام ده وينتقل أو يفكر مجرد تفكير في التعصب وما يحدث من البعض لمجرد أن أنت كسبت بطولة أو اكسب. والله ما حد صدقني، ما حدش بيبقى واخد باله، أن أنا شخصيا يعني
ما ببقاش واخد اللي عايز يكسب يكسب واللي عايز يتبسط يتبسط واللي عايز يفرح مع جمهوره يفرح. حاجه جميله بالمناسبه ما حدش بيتضايق منها، ولكن اللي بيضايق الناس ان انت تتعدى باللفظ والقول على منافس افضل منك واحسن منك واكبر منك وبطولاته احسن منك واكتر منك وكل حاجه. انا بتكلم بالارقام، بتكلم بالارقام وجمهوره اكتر منك، فمش عايزين التعصب يزيد، عايزين الامور نضع الامور في نصابها. هي مباراه لكره القدم ما بين الفريق الاقوى افريقيا وعربيا من حيث البطولات ومن حيث كل وجماهيريا وكل شيء، وما بين الفريق المنافس الدائم للنادي الاهلي خلال الفترات السابقه بالكامل. وبالتالي عايزين نضع الامور في نصابها، عايزين نضع الامور في نصابها. بطل الدوري هيلاعب بطل الكاس، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. بالمناسبه النادي الاهلي ممكن يكسب، نادي الزمالك ممكن يكسب، لكن في النهاية هي مباراة لكرة القدم، ما تحولوهاش لحرب، حرام عليكم. مش عايزين نحول مثل هذه الأمور لمثل هذه المباريات تبقى حرب رياضية داخل الملعب، حرب تنافسية ما بين الجمهور في المدرجات والأغاني الجميلة اللي يعملها جمهور النادي الأهلي، اللي أنا متأكد، أنا معرفش، لكن أنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي هيعمل كده، متأكد أن هيكون هناك تنافس شريف ما بين الجمهورين. جمهور عفوا انا اسف طبعا عندي شويه برد، فمعلش استحملوني في الكحه النهارده شويه. انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي هيفضل ورا فريقه من اول دقيقه لاخر دقيقه، متاكد ان جمهور النادي الاهلي في الامارات متشوق لرؤيه لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني، متشوق ان هو يشجع كل لعيبته وكل جمهور وكل جهازه الفني، متشوق ان هو يشوف مجلس اداره النادي الاهلي. فاتمنى اتمنى من كل قلبي ان تنتهي هذه المباراة. هتكلم طوال الأسبوع بهذا الشكل، لن أتطرق إلى أحاديث فرعية لا تمت لل خلي بال حضراتكم دايما في بعض الأوقات، في بعض الأوقات بعض اللاعبين من الفرق عايزة، من الفرق المنافسة للنادي الأهلي بتعمل إيه؟ بتبقى عايزة تخش في حاجة كده اسمها إيه؟ عايزة أجيب، عايزة أجيب الاسم المظبوط لحضراتكم، واللي انا عايز اوصله ايه؟ ان اللعيبه دي عايزه تبين لجمهورها ان هي بتحب ناديها قوي على حساب الجمهور الاخر اللي هو جمهور النادي الاهلي. هم الحقيقه مش ده الصح. الصح ان انت اجتهد في ملعبك، حاول تظبط اوفراتك لو بتعرف تلعب، حاول تعمل ترقص ترقيصه حلوه لو بتعرف ترقص، حاول تزود من لياقتك البدنيه لو لياقتك وحشه، حاول تظبط نفسك بحيث ان انت تكسب جوه الملعب، لكن ما تقولش كلام بره يزيد التوتر ويزيد العصبيه. لان جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا وجمهور محترم جدا، وعارف هو هيعمل ايه في الامارات، وعارف ان هو هيشجع فريقه من اول دقيقه لاخر دقيقه. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنطلبه. فانا عمري ما هبص للحاجات في ناس محترمه برضو في جمهور نادي الزمالك الحقيقه، ونفسي نفسي ان تصل المنافسات ما بين الجماهير في المدرجات في الشكل اللي احنا بنشوفه دايما من جمهور النادي الاهلي، الاحترام، الادب. بتحصل طبعا بعض المناوشات الطبيعيه واللي احنا بنشوفها من واحنا صغيرين في كل ملاعب العالم، ده طبيعي، ولكن في النهايه هي مباراة لكرة القدم يا جماعة. مباراة لكرة القدم. مش أكتر من كده. النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه البطولة. ومش هنرد بعدها بالمناسبة على حد برضه. ردنا دايماً بيكون إن شاء الله من خلال الملعب، ومن خلال مكسبنا جوه الملعب، أو أنا آسف اجتهادنا جوه الملعب، اجتهاد اللاعبين جوه الملعب، وإن هم يموتوا نفسهم جوه الملعب علشان ربنا يكرمه ويقدر يكسب المباراة. بس. وكله يسلم على بعضه، شكرا اللي كسب، ان شاء الله يكون النادي الاهلي يسلم ومتشكر جدا وماتش حلو اللي بعده، خش على اللي بعده. هذه هي الحياه، هذه هي سنه الحياه. فاتمنى اتمنى ان شاء الله ان الامور دي تعدي على خير خلال الفتره القادمه. وانا متاكد الحقيقه من انا شخصيا متاكد من جمهور النادي الاهلي، ومتاكد من لاعبي النادي الاهلي، ومتاكد من الجهاز الفني للنادي الاهلي. الحقيقه الواحد مش عايز يسيب ان انت يبقى عندك مقر او افتتاح مقر رابع او وضع حجر الاساس لمقر رابع، حاجه محترمه جدا جدا جدا. نتمنى ان شاء الله ان يكون في فرع او مقر خامس وسادس وسابع وثامن، والنادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يعمل كده واكتر من كده ان شاء الله خلال الفتره القادمه. طيب، موضوع تاني عايز اتكلم فيه. انا مش فاهم الحقيقه.
ولما اجي لما سمعت ان حكم تم تعيين طاقم تحكيم لمباراة سان داونز الأولى هنا إن شاء الله هتتلعب يوم 29 إن شاء الله تبقى في استاد القاهرة إن شاء الله. يعني المباراة تتلعب يوم 29 بطاقم تحكيم تمام، حطوا الحقيقة حكم برضو من الحكام الجيدين أو الأسماء الجيدة، لكن الحقيقة أنا فوجئت بتعيين بكاري جسامة في مباريات النادي الأهلي. والسؤال هنا، لماذا بكاري جسامة في مباراة العودة؟ مش فاهم. إذا كان هناك اعتراض كبير جدا، يا راجل ده حكم بوظ مباراة نهائية، بوظ مباراة نهائية. هو أنا اللي بوظتها حضرتك؟ مش أنا، مش جمهور النادي الأهلي ولا لعيبة النادي الأهلي. اللي بوظ المباراة النهائية هو بكاري جسامة. حضرتك بتديله مباراة في دور مباراة العودة في دور الثمانية. طيب النادي الأهلي في 2017 مع الوداد، حضراتكم فاكرين المباراة وإيه اللي حصل؟ حضراتكم فاكرين اللي كان بيحصل إيه في المباراة؟ أنا كتبت نقط سريعة جدا. كان هناك اضطهاد كبير جدا من بكاري جسامة في مباراة الوداد 2017. فالحقيقة حاجات غريبة جدا بتحصل، وحاجات الحقيقة يعني الواحد مش فاهمها. فأتمنى الحقيقة إن الموضوع ينتهي بهذا الشكل. أتمنى إن الموضوع ينتهي بهذا الشكل. بمعنى إيه؟ بمعنى حط إدارة ولكن يجب أن يكون هناك رقابة على هذه المباريات. الناس كلها لازم تشوف، الناس كلها لازم تعرف إيه اللي بيحصل. بكاري جسامة أتمنى إن شاء الله إن لو يظل متواجد أن تكون المباراة لسه بدري، هنتكلم في هذه الأمور خلال الفترة القادمة. أنا بس حبيت أوري حضراتكم إن وضع حجر الأساس، الحمد لله تم وضع حجر الأساس للمقر الرابع للنادي الأهلي، حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا وحاجة تدعو للتفاؤل، وإن شاء الله يكون في مقر خامس وسادس وسابع وثامن خلال الفترات القادمة. هنبدأ بقى نتكلم زي ما قلت لحضراتكم دائما، هذا الأسبوع هو أسبوع مخصص لمباراة السوبر المحلي، مباراة النادي الأهلي ضد نادي الزمالك، النادي الأهلي بطل الدوري ضد نادي الزمالك بطل الكأس، إن شاء الله هذه المباراة التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة مباراة ينتظرها الجميع، مباراة بعد فوز نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي والمستوى الرائع اللي ظهر به نادي الزمالك في السوبر الإفريقي والمستوى الرائع الذي يظهر به النادي الأهلي خلال الفترات السابقة الحقيقة بالكامل سواء إفريقيا أو محليا. إيه اللي هيحصل؟ المباراة هتمشي إزاي؟ الدنيا هتبقى ماشية إزاي خلال الفترات اللي جاية؟ هل هناك تأثير إيجابي في فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي؟ هل هناك تأثير إيجابي أيضا إن النادي الأهلي؟ أمور كثيرة جدا هنسأل عنها نجومنا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا النهاردة، نجم الكبير الكابتن ماهر همام ونجم الكبير الكابتن محمد حشيش. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ شرف. اهلا بيك كابتن. الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ شرف ونور. ربنا يخليك يا رب. كابتن ماهر، البعض يحاول ان يحول مباراه لكره القدم الى حرب ما بين المتنافسين او الفريقين المتنافسين، ايه رايك في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عايزين نبارك لنادي الاسماعيلي النهارده فوزه على الرجاء 1-0. ماتش كويس. مباراه كانت قويه بين الطرفين، يمكن الشوط الاولاني كان الرجاء متسيد اللقاء، وبعدين الراجل الفرنساوي عمل
التغييرتين فرقوا مع الاسماعيلي نقلوهم نقله كبيره جدا وفازوا 1-0 ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم في المباراه القادمه باذن الله. عايز اقول لك اسلام الفتره الاخيره واضح قوي ان يعني في صراع قوي جدا بين قطبي الكره المصريه على حته افراز البطولات وان ده عنده بطولات اكتر وان الزمالك اقرب من الاهلي وان الاهلي اقرب من الزمالك. عايز اقول ان الجزئيه دي ما كانتش موجوده على مر الاجيال اللي قبل كده. يعني لو هنرجع بالتاريخ لورا شويه هنلاقي ان الاهلي والزمالك تملي كان بيتقال عنهم ولاد عم. ولاد عم يعني قريبين من بعض من ناحيه العلاقات، من ناحيه المحبه، من ناحيه الاخوه، من ناحيه التاريخ. قطبي الكره المصريه كان بيمثلوا الكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه. عايز اقول لك ان علاقتنا كانت بنادي الزمالك علاقه حميمه طول عمرها عن طريق مجالس الاداره، كابتن صالح سليم الله يرحمه كانت علاقته يمكن بحلمي زموره اللي هو بيعتبر رمز نادي الزمالك في رئاسه نادي الزمالك على مر التاريخ، وبمرورا بقى للكابتن حسن حمدي للكابتن محمود الخطيب، العلاقه الحميمه اللي بيننا وبين نادي الزمالك طول عمرها في تاريخ قطبي الكره المصريه على مدار تاريخ الكره المصريه. الاحداث اللي بتظهر على الساحه يا كابتن اسلام حشيش واضح بقى ان بقى فيها نوع من لا الزمالك هيكسب، الزمالك بنبارك له على بطوله السوبر، اداء متميز مع الترجي التونسي. عايز اقول لك ان تاريخ الترجي عمره ما كسب الاهلي والزمالك في النهائيات، يعني من الحاجات الغريبه جدا. هي مره واحده بس بالظبط الترجي كسب الاهلي لعب 6 مرات مثلا، انا مش حافظ بالظبط يعني، لكن تقريبا ال6 مرات معظمهم النادي الاهلي كسب بالظبط المباريات، والمكسب بتاعه حتى اللي هي الكره الشهيره اللي باليد يعني حتى وكمان يعني. اسلام حشيش ما كسبش الزمالك يعني لكن طبعا في اللقاء السوبر كان واضح ان نادي الزمالك مميز. اول مره بشوف نادي الزمالك في توازن في 3 خطوطه بالنسبه للدفاع وبالنسبه للهجوم، الكره اللي اتلعبت كره ايجابيه ويستاهل نادي الزمالك ان هو يكسب البطوله ويكسب اللقاء. عايز اقول لك كمان ان الدوافع اللي ساعدت نادي الزمالك اسلام من خلال جمهوره، يعني جمهوره كان ليه اليد العليا في احراز هذه البطوله، ان هو تكاتف ومن بدايه مطار الدوحه وهما بيساندوهم بشكل كبير جدا حتى في التدريبات حتى في اللقاء كان جمهور الزمالك اكتر. هل ده هيأثر بشكل او باخر يا كابتن الماهر في مباراة السوبر القادمة؟ عايز بس بشكل عام لان احنا لسه هنتكلم على الدوري ومش يعني لسه قدامنا وقتنا يعني. عايز اقول لك بشكل عام عايز اقول لك بشكل عام بقى ايجابيا سلبيا نرجع للنادي الاهلي بقى. النادي الاهلي اللي هو الحمد لله العلامة الكاملة في الدوري العام، بوجود فايلر بدأنا نحس ان حصل تطوير بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي خلال مبارياته ال 15 اللي هو لعبها. تحس ان الراجل هادي جدا وهو بيدير الاداره الفنيه نتيجه الشغل اللي هو بيعمله، يعني احنا بنشوف حاجه ميزه في ملاعبنا بالنسبه للاداره الفنيه هدوء الراجل وهو بيدير الاداره الفنيه خلال ال 90 دقيقه، بتحسش ان الراجل مشدود، بتحسش ان الراجل عصبي، بتحسش الراجل نرفز، وده بيرجع اسلام ان في شغل اتعمل، في شغل اتعمل قبل كده والناس حفظته وبدات اللعيبه تحاول تنفذ شكل ورؤية واستراتيجية هذا الرجل، وده واضح من أداء لعيبة النادي الأهلي. عايز أقول لك النادي الأهلي كمان عنده جمهور قوي، جمهور ذواق، جمهور مثقف بيساند الفريق بشكل كبير جدا، عارف إن مباراتي القمة قطبي الكرة المصرية ما فيهاش تنبؤات مين يكسب ومين يخسر، لكن عايز اقول لك ان الحمد لله رب العالمين طول عمر السوبر يد الاهلي هي اليد العليا في هذه المباريات. وعايز اقول لك من المباريات يا اسلام اللي كلنا بنحبها، يعني مثلا لو هقول لك بالنسبه لنا بيحب يلعب ماتش زي ده بعتبر ان الاهلي والزمالك ده عيد بالنسبه لي، وتملي بنتفوق، تملي بنظهر بمستوى واخد بالك يليق بالمؤسسه اللي انت متواجد خلالها. فانا عايز اقول لك ان طول عمر النادي الاهلي في المباريات اللي بالشكل ده وخصوصا ابو ظبي بالذات، يعني لو هنرجع للمباراه الشهيره اللي كانت بين الاهلي والزمالك اللي كان فيها النادي الاهلي متسيد المباراه،
اللي كان فيها الشكل جمهور المصري بالنسبه لفرقتين مثالي. عايز اقول لك من المباريات اللي كانت خرجت فنيا واداريا بشكل كبير جدا وخططيا وبدنيا النادي الاهلي كان ليه اليد العليا فيها. طيب كابتن حشيش، قبل بس ما نتكلم عن مباراه السوبر عايزين نتكلم شويه عن الدوري. هل رقم 15 انت كسبت 15 مباراه ب 45 نقطه، 45 نقطه اعتقد تم كسر ارقام كثيره خلال الفتره السابقه، هل الرقم 15 ده ممكن يحط ضغط على اللاعبين خلال المباريات القادمه؟ بمعنى ان يعني انت عارف لما بتوصل ان انت تكسب 15 ماتش، لو تعادلت ماتش يقول لك انت فشلت، لكن جمهور النادي الاهلي اوعى وواعي بهذا الكلام، لكن هل ده ممكن يحط ضغط على اللاعبين خلال الفتره القادمه؟ ما اعتقدش. يعني لعيبه النادي الاهلي مرت بظروف كثيره، في معتركات كثيره جدا خلال بطوله الدوري، خلال البطولات الافريقيه بانواعها المختلفه، البطوله العربيه، بياخدوا زي ما احنا قلنا كل ماتش بماتشه. السكور اللي اتعمل او الريكورد اللي اتعمل من النادي الاهلي السنه دي، بل بالعكس ده بيديله حافز انه يكمل، لان اهم حاجه في ال 15 ماتش، انت ما كسبتش ال 15 ماتش يا اسلام يا كابتن ماهر اعتباطا، انت كسبت باداء واداء مميز واداء من اكتر من 24 25 لعيب، مش تشكيله معينه بس 11 لعيب او كده، لا بالعكس اي اصابات ما حسيناش بيها السنه دي، اي حد كان بيتصاب بيظهر على طول اللي بعده بقى الخواجه يعني مؤهله ان هو يبقى موجود في وسط الفرقه ويندمج، ما تحسش بالفروقات اللي كنا بنحسها قبل كده في الموسم اللي فات بالتحديد لما كان مستشفى الاهلي كانت فاتحه، كنت تحس ان انت اي حد بيتصاب مشكله كبيره في النادي الاهلي، واعتقد ان احنا نوصل ان احنا نلعب نهائي افريقيا بدون راس حربه في تونس كانت صعبه جدا. السنه دي الحمد لله الراجل جه عمل تشكيله كبيره من اللعيبه، ما تحسش ان ده الاساسي وده الاحتياطي، كل مباراه بيفاجئنا بتشكيل مختلف وبعنصر مختلف موجود، شفنا مجاميع ما بقاش قبل كده مثلا يقول لك احمد فتحي وليد سليمان الناحيه الثانيه معلول رمضان، لا بقت مجاميع كثيره في الجبهات الشمال واليمين راس الحربه اكتر من لعيب، حتى شفنا اجاي السنه دي بيلعب في اكتر من مركز، شفناه في راس الحربه بيجيد، شفناه في الناحيه الشمال، شفناه صانع العاب يعني او اكتر من لعيب، شفنا تطور كبير في اداء رمضان صبحي، لعيبه كتيره جدا خلقت اكتر من لعيب في المركز الواحد، ما بقاش عندك المشكله دي. لو خدنا الكلام بقى ورحنا على الماتش اللي جاي السوبر المحلي، هنتكلم عن ماتش السوبر لكن خلينا نتكلم يعني انا هتكلم لا انا شايف ان النادي الاهلي طبعا عنده اصرار، عنده ثقه في الفرقه بتاعته والجهاز، رايحين يلعبوا مباراه طبعا ان شاء الله باذن الله يحرزوا اللقب، لان دي بطوله من مباراه واحده، يمكن اللي مخلي الاجواء صعبه شويه يمكن مختلفة قبل ماتش الزمالك والترجي. قبل ماتش الزمالك والترجي جمهور حتى الزمالك كان يعني حاسس ان فرقته السنة دي مستواها متذبذب من بداية الموسم، حصل تغيير في الجهاز الفني، كان الناس قلقانة من السوبر الافريقي. الطموحات عندهم زادت بعد المباراة وبعد مكسب السوبر الافريقي وشافوا أداء مميز من فرقتهم. طبعا وضع طبيعي انما النادي الاهلي يلعب نادي الزمالك لازم طبعا يبقى فيه تسخين في من على السوشيال ميديا، في تجاوزات طبعا بنرفضها، تجاوزات يعني. الكل بيرفض هذه التجاوزات، حضرتك داخل قناه النادي الاهلي وبتبارك عفوا وبتبارك لنادي الزمالك بفوزه بالسوبر الافريقي، ما عندناش اي مشكله في هذا الكلام، اللي يكسب هنقول له مبروك، اللي هيتغلب هنقول له هارد لك، ولكن بالزبط. ان تصل الامور الى سلسلة من البذاءات والتقليل اعتقد ان ده امر صعب طبعا. يعني احنا حتى عايز اقول لك حاجة، احنا مش بنبارك للزمالك بس، احنا في قناة النادي الاهلي اول ناس بتنتقد فريق النادي الاهلي لما بيبقى الاداء ممتاز، وده طبيعي في التحليل وده طبيعي في الاعلام الصح، ان انت ما تبقاش مع فرقتك في الصح والغلط، لا انت بتنتقد الفرقه في البدايه لما يكون في حاجه مش مظبوطه، وفي نفس الوقت بتدعم فرقتك لما تكون كسبانه 15
ماتش في الدوري وعندها حق ده وضع طبيعي. اما بتساند بطل افريقيا ما بتتكلم على انجازات النادي الاهلي اللي ما فيش حد في القاره كلها مش في مصر عمل الانجازات بتاع النادي الاهلي اللي وصل للعالميه قبل اي حد في مصر وفي افريقيا. فانت حقك الطبيعي انك تساند طبعا النادي الاهلي، وبعدين جمهور النادي الاهلي هو الشعبيه الطاغيه في مصر وفي افريقيا وفي الدول العربيه. المباراه واخده الحماس ده عشان طبعا الشعبيه الثانيه في مصر. انا برضو بعتقد ان الحماس ده كابتن كلمه اقل، لانه الحماس ده طبيعي بالمناسبه. اه بالظبط. يعني من ايام الف من اول ما شفنا مباريات اهلي وزمالك والكلام ده الحماس موجود. بالظبط صحيح. ولكن كان هناك احترام للاسم النادي الاهلي ولاسم النادي، لكن في النادي الزمالك. لكن الحقيقه اللي احنا بنشوفه دلوقتي من بعض المسؤولين ومن بعض القنوات ومن بعض اللي موجود على السوشيال ميديا، اعتقد ان ده شيء مش مظبوط. انا هقول لك على حاجه اسلام رايي فيها، يعني حتى من بعض اللاعبين اللي متواجدين في نادي الزمالك. الاعلام بتاعك اللي بيفرض عليك كده، اعلام النادي الاهلي اعلام متزن عمره ما بيجيب سيره المنافس. يعني احنا بنتكلم على فرقتنا وبندعم فرقتنا وبنظهر المزايا بتاع فريق النادي الاهلي، ما عمرنا ما بنجيب حتى هنا في القناه بنحترم المنافس، بنحترم المنافس وما بنجيبش سيره النادي الثاني حتى بنقول بالزبط. المنافس انا بشوف ان الاعلام الاخر يعني هو شغله الشاغل هو النادي الاهلي، ما بيتكلمش على فرقته، هو ده اللي بيخلق التعصب. هو ده دايما اللي انا كنت بقوله، البعض يحاول ان يكون مش مهم هو يكسب. بالظبط كده، هو عايز ينون من البطل. هو انا عايز الاهلي يتغلب وخلاص، عايز ينون من البطل مش مهم باي طريقه. بالمناسبه باي طريقه على فكره النادي الاهلي احنا بنلعب كوره بالظبط، او بنلعب رياضه، رياضه فيها مكسب وخسار. احنا ما تعودناش على الخساره ولكن هي كرة القدم كده، اللي بيبذل مجهود اكتر اللي بيتعب طوال سنين اكتر. زي اللي مثلا انا اسف ان انا هقول الكلام ده، يعني عندنا وقتنا النهارده هناخد راحتنا شويه في الكلام. البعض برضو يطلع حد يقول لك ايه، اصل النادي الاهلي الحكام كانوا بيتلككوا له عشان مش عارف ايه. وحد يعني انا بحبه جدا وهو شخص محترم جدا، انا ما اعرفش ازاي يقول حاجه زي دي، لانها وجي لعب في النادي الاهلي وانا عارف القصه، جه لعب في النادي الاهلي ازاي، لان انا كنت موجود في النادي الاهلي في ذلك الوقت. وقد ايه يعني في حاجات ما ينفعش اقولها لانها حاجات شخصيه، لكن في النهايه انا اقصد ان اي حد عايز بقاله فتره بعيد عن الساحه، اي حد والله يا كابتن حاجة وسيله اظهار بقى، وسيله اظهار ازاي، هخبط في النادي الفلاني مش هتعمل نتيجه. مع انك انت مشوك من النادي الفلاني ده، مشوك لكن مش لو خبطت فيه مش هتحصل نتيجه، مش هيحصل، محدش هيحس، محدش هياخد باله. صحيح والله صحيح. لكن اخبط في مين؟ تعالى بقى هات الاهلي، اقوم قايل كلمتين ثلاثه على السنتين ثلاثه اللي انا لعبتهم، وجاي قايل كلمتين ثلاثه تخلي الموضوع ايه. ما عنديش مشكله، يعني انا ما عنديش مشكله، ولكن قول كلام مظبوط، قول كلام صحيح. طب وكميه الظلم اللي بيتعرض له النادي الاهلي من الحكام خلال البطولات الافريقيه. طب بلاش اقرب حاجه. كميه الظلم اللي بيتعرض لها النادي الاهلي في البطولات المحليه، يعني احنا لو جبنا ولو لنا حقوق كنا جبنا 150 الف خطا. طبعاً. خطا ايه؟ طبعاً. واضح لا يختلف عليه. صحيح. لا يختلف عليه. طبعا اخطاء واضحه لا يختلف عليها. صحيح صحيح. فانا اللي عايز يعمل حاجه واللي عايز يطلع شويه، يعني ده حتى حسن شاكو، يعني حتى الناس دي بتتكلم عن النادي الاهلي في اللي يقول لك انت اهلاوي ولا يلاقي الناس عامله قصه. فيعني اكبر دليل على كلامك ان انت ما تبصش للمنافس، انت بتبص لنفسك على عكس المنافس. ان انت السنه اللي فاتت بطوله الدوري انت كنت ورا خالص، عمرك ما بصيت ان المنافس بقى في المنطقه الدفاعيه، عمرك ما فكرت يا كابتن ماهر. يعني ده اكبر دليل ان السنه اللي فاتت دي النادي الاهلي كان فين. يعني النادي الاهلي كان بالمشات المؤجله بتاعته كان في اخر الدوري اخر الجدول، وبعدين بدا يبقى في نص الجدول، وبعدين بقى في المربع، وبعدين بقى الاول، وكل سنه وانت طيب بقى. ومع ذلك حاجه، مع ذلك حاجه، عمرك ما بصيت على المنافس اللي كسب السنه اللي فاتت ماتشات، لو هنتكلم على التحكيم باخطاء تحكيميه، عمر ما اعترضت ولا قلت بقى ان حجه عشان انا باين ان انا في الاخر. عمرنا انما بصيت لنفسك وبصيت للمكسب
وعديت المنافس وخدت البطوله اللي اصعب ال 70 ساعه مباراه. انا فاكر ان احنا هنا في شهر قعدنا شهر واحد واثنين كنا قاعدين بايتين هنا في القناة. صحيح والله لو تفتكروا السنه اللي فاتت بالظبط شهر واحد واثنين ده كان كل ثلاث ايام او كل يومين ماتش والفريق مسافر ويوم قبل الماتش ويوم بعد الماتش فكنا قاعدين في القناه هنا لو تفتكروا للنهار. كان في بعض الاصدقاء من بعض من لا يشجع النادي الاهلي كنت لما اقابلهم السنه اللي فاتت يقولوا لي ايه ما تتكلمش معايا لو سمحت مش مستوايا لا يقول لي لا انا متصدر فما احنا خلاص احنا خلاص اقول له من يضحك كثيرا بالظبط يضحك كثيرا صحيح والله يا كابتن وده اللي حصل من يضحك واطلع هنا طب طب وبعد النجوم يا اسلام اخيرا وبعد النجوم اللي رهنت على الهوا ونجم كبير يعني لعب في الاهلي برضك ولعب في الزمالك وقال لك خلاص لسانهم طيبين لا وبعدين قال لك الزمالك مش الزمالك بطل الدوري وانا كمان وانا كمان لو الزمالك ما خدش الدوري على فكره كل الكلام ده طبيعي يعني احنا ما بين بعض انا بقوله ليه لان انا لسه كنت بتكلم على التعصب فانا بقوله ده دي حاجات يعني حاجات لطيفه بيننا وبين بعض احنا كاصدقاء ملح وفلفل بعد من لا يشجع النادي الاهلي دايما بنحب ان نهزر مع بعض ونضحك مع بعض ونشوف كل واحد فينا ايه الموضوع والدنيا هتمشي ازاي واكيد حضراتكم بتشوفوا هذه الامور صحيح. ولكن انا دايما اللي بيخليني اتطرق لمثل هذه الامور ان يا جماعه احنا كلنا اصدقاء كل لعيبه كره القدم اصدقاء طبعا. النهارده انا شايف علي معلول وهو بيتكلم عن مباراه الزمالك القادمه فبيسالوه فرجاني ساسي قال لهم انا وفرجاني اخوات فرجاني ساسي اخوات في الجول اعتقد في الجول انا وفرجاني ساسي اخوات طب قالوا له فما بتطلع طيب تخرجوا مع بعض احنا بنشوفكم بتخرجوا مع بعض قال لك ما بتتكلمش في الكوره فهو دي الحقيقه ده الاحتراف صح الانتماء بتاعه اتمنى لانه احنا هنسعى خلال هذه الفتره ان تكون هناك مباراه لكره القدم الافضل في الملعب هو اللي بيكسب ده اللي اتعلمناه من اجيال اللي مع كابتن ماهر ومع كابتن حشيش واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم زي ما قلت لكم اللي عايز يتعلم الاحترام والمبادئ اتفرجوا على كلمة الكابتن محمود الخطيب في وضع حجر الأساس للمقر الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس مش رياء ولا لا بالعكس الرجل بيتكلم بمنتهى الاحترام على كل من سبقوه هو ده الأجيال ما عشان كده أنا لما باجي أتكلم مع كابتن حشيش بقول له يا كابتن محمد باجي أتكلم مع كابتن ماهر أقول له يا كابتن ماهر وجزمتهم فوق دماغي لكن في النهاية الأجيال الاحترام المتبادل ما بين كل الاجيال اللي موجوده داخل النادي الاهلي حاجه محترمه حاجه تخليك تبقى قاعد مبسوط ان انت بتنتمي لهذا الكيان الكبير انا اول مره اشوف الحقيقه الكلمه بتاعت الكابتن محمود الخطيب كلمه مختصره وهادفه وبتوريك قد ايه ان هناك فارق كبير 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 ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر الحقيقه يعني فكابتن مين انا عايز اقول لك حشيش اسلام حته الحكام بالذات يعني طول عمرنا احنا يعني انا ابن النادي الاهلي وعندي 12 سنه طول عمرنا قياداتنا تقول لنا انا عايزك تلعب ضد 11 وثلاثه لابسين اسود يعني اعتبر ان الحكام اللي موجودين دول كمان ضدك واخد بالك وفي نفس الوقت ما فيش اعتراض على اي حكم فعايز اقول لك ان احنا طول عمرنا حتى لو اتجاملنا مباراه اسلام او اتنين انت عندك 38 مباراه بالظبط يعني انت بتتكلم في مباراه او مباراتين واخد بالك لكن هتتجامل في 38 مباراه هتتجامل في دوري كله من دورين فانا عايز اقول لك تملي يا اسلام البطل مكروه تملي البطل بالزبط. البطل عايزين ننول منه تملي البطل الانديه كلها نفسها تنول من توقع. شرف توقع هذا العملاق لان هو دلوقتي اللي هيأثر فينا اللي هيتعادل معانا وهيكسبنا شوف السوشيال ميديا وشوف الوضع الاعلامي وشوف الوضع الفني والاداري ازاي هتكلم عنه لانك انت ما هو كسبان بطل مش محصلك كوره بالظبط هو مش محصلك كوره فالنهارده لازم يهدك باي طريق تاني او يعطلك باي اسلوب اخر غير كره القدم احنا بنتكلم تعالى كره القدم بالظبط يعني تعالى نلعب كوره ونشوف مين اللي يكسب ماشي اوكي انما ما تقعدش تضغط او تحاول تعطلني او تحاول انك تاثر عليا او تهمد فيا بحاجات غريبه بقى تحكيم سوشيال ميديا ما احنا كمان دخلوا لنا موضوع السحر يا اسلام يعني دخلنا في موضوع السحر
وصلنا لدرجة الناس بتؤمن ان بقى في صحراء وان في راجل شيخ قاعد ورا المدرب وان كل مدرب موجود معاه شيخ جايبه من السودان ولا جايبه من افريقيا عشان يقدر يكسبه. يعني شوف وصلنا لدرجة ايه بالزبط. يعني بعض البرامج شفتها يمكن امس اتكلمت على الـ على الـ على الجزئية دي فيعني كان فيها مبروك عطية كان موجود راجل يعني فقهي جميل وراجل اتكلم قال السحر اللاعب هو الساحر صحيح. اللاعب صح. هو اللي بيسحر الجمهور بأدائه وبعدين سبحان وتعالى ربنا مش هيدي الا الفرقه المجتهده طبعا. الفرقه اللي بتتعب الفرقه اللي بتجتهد ده دايما اللي احنا اتعلمناه من حضراتكم ان دايما واللي حضراتكم اتعلمتوه من اللي قبلكم واللي انا واللي بعديه بيتعلموه مني وان اجتهد جوه الملعب يعني هقول لك حاجه اسلام جول لا في حاجه هقول لك حاجه حشيش بقول للجمهور معلش اتفضل يا كابتن بقول دايما لجمهور النادي الاهلي وهم يعني عارفين قد ايه العلاقه اللي بيني وبينهم يا جماعه من فضلكم ما تردوش صدقوني الملعب الملعب صح. موجود صح. هنرد في الملعب لانه الملعب ده احسن رد بالظبط الناس تقول لك الحكام طيب هو البطولات الافريقيه التسع ولا الثمان بطولات اللي خدهم النادي الاهلي كانوا حكام مصريين برضه كلهم افارقه كلهم اجانب طب هي مباريات الاهلي والزمالك بقى لها كام سنه بحكام اجانب كتير طب شوف النسبه ثانيه واحده شوف النسبه كام طب ما تشوف النسبه كام لكام طب بالحكام الاجانب خلاص يا عم خلينا في مع انه طبعا كلام مش منطقي وغلط وكل حاجه لكن خلينا نشوف الـ المباريات اللي اتلعبت ما بين اهلي وزمالك بحكام اجانب من سنه كام لغايه دلوقتي والنادي الاهلي نسبته في الفوز كام كتير قوي انا ما اعرفش كتير قوي انا هشوف ما اعرفش ولكن كل ثقه ان هناك فارق كبير انا عايز اوضح حشيش عايز اقول لك ان كلمه الساحر دي جت امتى بقى كابتن اسلام كلمه الساحر دي جت من جمهور بورسعيد واحنا باللاعب المصري في بورسعيد فكابتن محمود الخطيب جاب جول عالمي فانطلقت الكعبه هات البورسعيديه قال لك ده ساحر ده لعيب ساحر يعني اول مره كده باش. اول مره كان يطلق على كابتن محمود الخطيب كلمه الساحر واخد بالك الجمهور المصري من ادائه يعني عايز اقول لك ان زي مبروك عطيه لما قال ان 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 الساحر هو اللاعب اللي بيسحر عيون الجمهور وفكر عايز اوضح بس عايزين نبقى نعم عايزين نعرف برضو يا كابتن الساحر اللي مع ليفربول مثلا عشان برضو جنسيته عشان نجيبه جنسيته يعني ايه عشان نحاول نجيبه او الساحر اللي كان مع برشلونه ما كانش او الساحر اللي كان مع اولي بالظبط ما كانش حد غلب وكنا دخلنا كل كاس عالم دخلنا كاس عالم بمناسبه الحكام انا عايز اوري حضراتكم حاجه ان موضوع الحكام ده من زمان قوي وكل رئيس لمجلس اداره النادي الاهلي كان دايما بيتكلم على بمناسبه بقى ان اجيال بتسلم اجيال بيتكلم عن الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن ماهر بص العظيم صالح سليم بيقول ايه في اجتماع مع لاعبي النادي الاهلي في ذلك الوقت هنشوف بيقول ايه على التحكيم كمان خلينا نطلع نشوف هذا بيقول ايه وكابتن صالح بيقول ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم يا جماعه ركزوا على الحته دي اهم حاجه في لعيب الكوره لما تتلبس تفكيرك بيختلف بتفكر غلط انا بقول لك اضحك عشان تفتكر دايما انك انت مش لازم تتنرفز ما تخليش النرفزه تخليك تبقى زيه لما يشتمك ما تردش عليه بس العب بجد هو حيفضل وبعدين لما واحد بيشتمك وما تردش عليه يفضل في دماغه طول الماتش يا ترى ما ردش عليا ليه؟ هيعمل فيا ايه؟ انما لما تقول له ابوك وامك وهو يقول لك ابوك وامك خلاص انت هتفوز. لو مشيتوا على الكلام ده هتلعبوا ثلاث اربع اجوال. خمسه كمان. اللي الحكم هيقول عليه احنا خدامين الحكام. بس لازم نلعب كويس ولازم نكسب. ولو لعبنا كويس وسيطرنا على اعصابنا هتكسبه وهتكسبه كويس وهتعمله ماتش كويس. وكل مرة عملت فيها الكلام ده في الماتشين الثلاثة اللي فاتت كانت النتيجة باينة وكانت كويسة. ربنا يبارك شايف الملعب كل شوية قدامك وعندك نفس وعندك شوية صحة زيادة اعمل الحاجة اللي بعدها. ما تبتديش بالحاجة اللي بعد اللي بعدها وانت الأساسية أساسا ما عملتوش.
ده مهم جدا. كل واحد يعمل واجبات مركزه اولا. افرض ابراهيم رايح عبد الله في اثنين قريبين بتنزل وواحد في نص الملعب ثلاثه قريبين منه، لازم الثلاثه دول كلام موزون الحقيقه. طبعا دايما بنسمعه من كل رؤساء النادي الاهلي لانها في النهايه هي اجيال بتسلم اجيال. كابتن صالح سليم بيقول لك احنا خدامين الحكام. يعني بص رئيس الرئيس التاريخي للنادي الاهلي بيقول كده على الحكام. فاحنا عمرنا ما يعني ما اعترضنا على تحكيم وانا بعتقد ان النادي الاهلي اتضر كتير جدا من التحكيم. سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، واحنا عمرنا في كلامنا ما بنتكلم وبنعلق شماعه التحكيم وبنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا خالص، احنا الاداء هو الاداء في الملعب، والاداء في الملعب اسلام برضه انا يعني حابب اقول الحته دي اتفضل ان وراه جهد كبير جدا بره الملعب، يعني احنا احنا بنتكلم احنا كوره في الملعب، بس الكوره اللي في الملعب دي بتبقى نتيجه لمنظومه كبيره جدا جدا اولها مجلس اداره واجهزه فنيه وحاجات كتيره جدا جدا وجمهور كبير بيساند هو اللي بيؤدي للاداء اللي في الملعب، مش مجرد ان انت بتتمرن مع مدرب بس كويس، لا ده في اداره قويه بتاخد قرارات في توقيتات مهمه جدا جدا ثواب وعقاب مع اي حد في الفريق نجم مش نجم. عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بيتهاون في 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 حاجة خرجت عن النطاق مع أي لعيب حتى وإن كان نجم كبير، العقاب بيبقى على الكبير قبل الصغير، فكل الحاجات دي بتأدي في الآخر لترتيب الأوراق اللي بيوصلك لأداء كويس في الملعب. عشان كده دايما النادي الأهلي بيبقى واثق قوي في رجالته، وهي دي بقى اللي بيسموها روح الفانيلا الحمراء. يعني روح الفانيلا الحمراء هي ملخص اللي انا قلته، ده اللي بيأدي يقول لك النادي الاهلي اللعيبه رجاله في الملعب لغايه اخر وقت، السنه اللي فاتت متاخرين قوي في البطوله والمنافس متقدم بكتير وظروف صعبه وظروف اصابات وظروف يعني صعبه جدا لاي فرقه واكبر فرق في العالم تقدر انها يعني تمر بيها، ومع ذلك انت بتكسب. هي دي روح الفانيلا الحمراء وثقه في قدرات لعيبة النادي الأهلي وفي منظومة النادي الأهلي وفي مجلس إدارة النادي الأهلي، هو ده اللي بيأدي كده. عشان كده لو إن شاء الله بإذن الله رحنا للمباراة ما هنتكلم عليها إن شاء الله مباراة الزمالك اللي جاية، أعتقد إن المستوى الثابت يعني أنا هقول لك حاجة مثلا معينة من ضمن الحاجات اللي بقول لك تصرفات مجالس إدارات أو تخيل بقى رمز النادي الأهلي بيتكلم على مباراة قمة ما جابش سيرتها، ما جابش ان احنا لازم اكسب وان لازم احقق ثلاث نقاط وان لازم اخد البطوله بالعافيه، لا ده اتكلم على شعوره كرئيس نادي وشعوره كلاعب انك انت لازم تلتزم بقرارات الحكم، لازم تجتهد، لازم تعمل واجباتك اذا كانت الدفاعيه او الهجوميه، ادي اللي عليك، وفي الاخر التوفيق وعدم التوفيق ده موجود في الكوره، فبس انت قوم بالدور اللي عليك، مالكش دعوه بالحكام. اللي هيخرج على النص حزعل منه، دي زي ما حشيش قال هيبقى فيها عقاب وعقاب اداري قوي جدا. عايز اقول لك ان التوازن في هذه المباريات يا اسلام، احنا كلنا زي ما بقول لك بنحب نلعب مباراه الاهلي والزمالك دي يعني طول عمرنا، لان هي المباراه اللي بيبقى عليها تسليط الضوء من ناحيه ده. انا بعتقد يا كابتن ماهر كابتن حشيش برضو بيكون له دور مهم في هذا الموضوع مدرب. مليون في الميه طبعا. اول حاجه مثل هذه المباريات في مباراه زي مباراه الاهلي والزمالك اهم حاجه فيها هو التاهيل النفسي ايا كانت بقى المباراه دي بقى في دوري في الحقيقه مخلينا مش عارف هل هو ايجابي ولا سلبي ولا شايفه ازاي. بالعكس ده الهدوء ده بينم عن ثقه ثقة متمكن من أدواته، ثقة في اللعيبة بتاعته، ثقة في مجلس الإدارة اللي بينتمي ليه، كل ده على فكرة بينعكس على اللعيبة. تأهيل اللعيبة مهم جدا جدا نفسي في مباراة زي مباراة الأهلي والزمالك اللي احنا طول عمرنا بنقول اللي بيكسب في المباراة دي هو صاحب الأعصاب الهادئة بالظبط، ما تأثرش بقى خصوصا كمان الفترة الأخيرة غير قبل كده ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا حاجات من دي. دلوقتي اللعيبة غصب عنها
ومن بدري اهو بتبتدي النار تشتغل على الفيسبوك والحماس الزياده اللي بيوصل لحد الخروج عن المألوف يعني او عن الطبيعي. لازم اللعيبه ترمي الكلام ده كله ورا ظهرها، بتركز فيه المباراه من قبلها بفتره، المباراه يوم الخميس، واحنا النهارده الاحد، اعتقد لعيبه النادي الاهلي مركزه في المباراه عشان ان شاء الله باذن الله قبل المكسب يعني تأدي بصوره كبيره جدا واداء على مستوى عالي ان شاء الله باذن الله ومكسب. وزي ما قلنا هي المباريات اللي بتبقى في دوله الامارات، يعني انا سمعت من اكثر من يوم، يعني من اول امبارح، ان تذاكر النادي الاهلي كلها نفذت، يعني من 3 4 ايام، من قبلها بقد ايه. فده دليل على ان جمهور النادي الاهلي، طبعا دي مش عايزه يعني دليل او حاجه، جمهور النادي الاهلي طبعا جمهور كبير جدا سواء داخل مصر او خارج مصر. النادي الاهلي له شعبيه كبيره في دوله الامارات العربيه، ثقه كمان الجمهور في اداء النادي الاهلي وفي نتائجه في الفتره الاخرانيه، مخليه طبعا الناس تبادر بانها تشتري تذكره عشان تبقى موجوده وحاضره في المباراه. وان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا على قد المسؤوليه ان شاء الله. في اول 48 ساعه بالمناسبه تذاكر النادي الاهلي نفذت في اول 48 ساعه. ده عهدنا بالجمهور برضه سواء في مصر او خارج مصر. ربنا هيكرم وتبقى مباراه جيده. خلينا نطلع نشوف تقرير عن فايلر، ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، ونرجع نكمل معاه. يوماً بعد آخر يثبت السويسري ريني فايلر أقدامه مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بفضل الأرقام الرائعة التي يحققها المارد الأحمر منذ أن تولى الثعلب السويسري مهمة القيادة الفنية للفريق. الأرقام المتميزة مع فايلر لا تتوقف سواء على مستوى بطولة الدوري أو البطولة الإفريقية. لا شك أن الإدارة الفنية للمدير الفني ترجح كفة الفريق خلال المباريات، فعلى مستوى بطولة الدوري واصل الفريق سلسلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة بعدما نجح في التغلب على المصري بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، وليبتعد الأهلي بقمة الدوري برصيد 45 نقطة ليتوج الفريق بطلا للدوري في فصل الشتاء، هو في الوقت نفسه أقوى خط هجوم ودفاع بفضل تألق جميع اللاعبين على رأسهم المتميز دائما محمد الشناوي الذي لعب دورا بارزا في النتائج الرائعة التي يحققها الفريق الكروي. على صعيد البطولة الإفريقية تأهل الفريق عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدا جديدا وقويا أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، حيث كانت مسيرة الفريق منذ انطلاقة البطولة رائعة، حيث حقق الفوز على فريق إطلع برا بطل جنوب السودان ثم بطل غينيا الاستوائية. وفي دور المجموعات تغلب الفريق على الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي النجم الساحلي، وتعادل في مبارتين خسر في واحدة بسبب التدخلات التحكيمية. كل ذلك يضاعف ثقة جماهير الفريق في اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة الهامة التي سيخوضها الفريق يوم الخميس المقبل في الإمارات في بطولة السوبر المصري. فاللاعبون يريدون الفوز وتحقيق الانتصارات التي هي دوما الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الجميع داخل النادي الأهلي. ما يزيد من حلاوة الانتصارات أن تأتي بطريقة رائعة على المستوى التكتيكي، خاصة أن الجهاز الفني دفع بالعديد من العناصر في إطار سياسة التدوير التي يتبعها ريني فايلر لتجهيز جميع اللاعبين، وهي أيضا السبب الأساسي في عدم تأثر الفريق بكثرة الإصابات. أهلي فايلر لا يعرف سوى الانتصارات. برضو عايز اسال حضرتك عن ولا كابتن حشيش؟ مش فارقه. كابتن ماهر، برضو كنت عايز اسال حضرتك عن الدور اللاعبين الكبار في الفرق في مثل هذه المباريات، مباريات الكبيره، مباريات الاهلي والزمالك. اللاعبين الكبار، التجهيز النفسي، الحاجات دي اعتقد بيبقى ليها دور مهم. ده دور مهم جدا يا اسلام. في لقاءات القمه طول عمرنا يعني اجيال بتسلم اجيال في حته الاعداد الذهني والنفسي، بالذات دور الكباتن الكبار. يعني زمان احنا كان عندنا 6 كبار،
الست كبار دول كانوا كباتن الجيل ده جيل السبعينات. احكي لنا حاجه كده برضو يا كابتن من ايام اللي حضرتك كنت وانت كبير وانت صغير، يعني لما صغير الكبار عملوا معاك ايه وانت كبير الكبار عملت ايه مع الصغيرين؟ اه يعني انا وانا طالع على التيم وانا عندي 19 سنه كان كابتن حسن حمدي رئيس النادي طبعا السابق كان هو كابتن الفريق و كان لسه بيلعب كابتن كان لسه بيلعب فكان دور الكابتن بالذات مع الصغيرين اسلام بيحتضن اللعيبه الصغير بالذات، يعني هو بيبقى ليه اعداد ذهني ونفسي مع اللعيب. يعني زمان احنا كنا ما كانش في معسكرات، كنا زمان مثلا مباراه القمه دي اليوم اللي هو بتاع مباراه القمه بنيجي الصبح للنادي وبعدين تتغدى وبعد ما نتغدى نروح نصلي في الجامع، بعد الصلاه صلاه الظهر تبص تلاقي مجاميع حصلت، المهاجمين مع بعض، لعيب الوسط مع بعض، المدافعين مع بعض، فانا كنت مدافع فكان دوري ببقى موجود مع المدافعين، المدافعين وقتها كان الكابتن حسن حمدي، الكابتن مصطفى يونس، الكابتن احمد عباي، الكابتن فتحي مبروك. فانا كنت البديل بالنسبه لهم. فكابتن حسن حمدي كان دوره ان هو يكلم المدافعين على النهارده دورنا ايه واحنا بندافع، دورنا ايه واحنا بنهاجم، المهم ما يخشش فينا، المهم احنا نحافظ، وفي نفس الوقت بيبدأ يشتكك مع الجروب انك انت ماهر هيبقى ليك دور ممكن في اي وقت تبقى جاهز يحصل الله يقدر اصابه لاي حد في الرباعي اللي موجود في خط الظهر، تبقى انت جاهز انك انت ايه تبدأ تشارك من خلال المباراه. فبيعمل لك اعداد ذهني زي المدرب، انت بتبقى قاعد بره بتركز على المكان اللي انت فيه، يعني انا بركز على راس الحربه اللي قدامي، سريع طويل بيلعب بدماغه، لو انا نزلت هعمل ايه معاه. فكان الكابتن حسن حمدي في المباراه القمه اللي بالشكل ده بيبقى ليه دور كبير جدا في الاعداد الذهني وتوعيه اللاعبين. وبعدين من ضمن الحاجات كمان اللي كانت جميله بالنسبه للست كبار ان الكابتن حسن حمدي كان كابتن محمود الخطيب بدايه هداف الدوري، فبيسخر كل الفرقه ان هي تساعده على زياده الاهداف. النهارده الكابتن محمود الخطيب في الاسبوع مثلا العاشر جايب 10 اجوال، فالنهارده عايزين يا جماعه كلنا نساعد الكابتن محمود الخطيب عشان يطلع هداف الدوري هذا الموسم. ده كان دور من ضمن ادوار كابتن الفرقه. الدور بقى في لقاءات القمه يا اسلام بيبقى دور كبير جدا على كابتن الفرقه، بيحصل نوع من المعسكرات الداخليه، يعني احنا كنا مفيش معسكرات زي ما اللعيبه دلوقتي بتروح فنادق قبل المباراه بيوم او بيومين او معسكر، لا احنا كان كل معسكراتنا عباره عن الكابتن حسن حمدي واخد مجموعه عنده في بيته، واخد بالك اللي هو اليوم اللي قبل المباراه طبعا اكلين شاربين بيكلموا على الماتش، كابتن محمود الخطيب واخد مجموعه عنده في البيت، نفس الكلام مختار واخد مجموعه، ابو مصطفى عبده واخد مجموعه عنده، فاحنا كلنا كنا موجودين بنظام مجاميع. المجاميع ديت عرفنا بعد كده في التدريب هي اللي كانت بتعمل لك نوع من الالفه، نوع من الثبات، نوع من اللحمه، نوع من الاداء. طبعا سمير بيجيب لنا دي الماتشات يا اسلام اللي هي كابتن صفا عبد الحليم وده مصطفى عبده، كنا اسرع هدف بنحرزه في نادي الزمالك في اول ربع ساعه، يعني تقدر تقول لقاءاتنا مع الزمالك في خلال جيل السبعينات كنا النادي الاهلي ده كابتن مصطفى عبده كابتن مصطفى كنا 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 بنكسب المباراه من خلال الربع ساعه الاولى بيجيب هدف وبعديها بربع ساعه تاني يجيب الهدف الثاني، بعد الهدف الثاني خلصت المباراه خلاص. صعب جدا نادي الزمالك يقدر يرجع تاني للقاء. فعايز اقول لك ان كانت لقاءات الاهلي والزمالك بالنسبه لنا عيد، بالنسبه لنا كل اللعيبه عايزه تلعب، كل اللعيبه عايزه تشارك عشان دي مباراه قمه، مباراه كل الاضواء مسلطه عليها بشكل كبير. فده كان دور الست الكبار. النهارده اجيال بتسلم اجيال، النهارده دور شريف كرامي بشكل كبير جدا في حته الكابتنه انه ازاي يلم الفريق، حسام عاشور، وليد سليمان، احمد فتحي، دورهم مهم جدا يا اسلام في اللقاءات اللي بالشكل ده. ازاي يخرجوا اللعيبه من حته الاسترس، حته الضغط، ازاي يحطوا اللعيبه في الهدف اللي هم بيسعوا عليه، ازاي يحطوا اللعيبه ان النهارده 90 دقيقه بطوله بالنسبه لنا بتحسب لتاريخنا وتاريخ الاجيال اللي احنا موجودين من خلالها، وبناء عليه بيقدروا يقولوا مواقف بتدار، واخد بالك، في هذه اللقاءات يعني من خلال خبراتهم بيقدروا ينقلوا
لزميلهم هذه الخبره. فتاكد النهارده اسلام ان دول الاربعه دول هيساعد المدرب فايلر بشكل كبير انك انت تقدر تحس ان اللعيبه بقى عندها نوع من الدوافع، نوع من الاصرار، نوع من الاجتهاد، نوع من الضغط على الخصم. جيب الجون ده من الاول كده والنبي يا سمير. ده مين ده ده ده, 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 ده ماتش 4-2 كاس مصر، احنا كنا خسرين الدوري سنه 78. ده كابتن محمود الخطيب بيسخن. وكنا خسرين الدوري بجول اعتباري، الزمالك خد البطوله بطوله الدوري بجول اعتباري، ومشينا في الكاس مع بعض لحد ما وصلنا نهائي. حلو. المباراه ديت احداثها لا هات كده من الاول شوف مين اللي باصي. هات من الاول يا سمير ارجع. مين ده؟ كابتن كابتن شطه؟ لا ده 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 مصطفى يونس. كابتن مصطفى مصطفى يونس العب. ده مين بقى؟ عملها اماميه. راحت لطاهر الشيخ، عمل 1 2 مع مصطفى عبده، وراح طاهر الشيخ. راح طاهر الشيخ عملها بالعرض. طبعا الكابتن محمود الخطيب كان موجود في المكان المناسب. لا وده جون التعادل. ده جون التعادل. ده جون علامه. ده جون التعادل. كان لسه نازل. كان لسه نازل، واخد بالك يا اسلام؟ والماتش ده كان ليه حكايات كثيره يعني. تك تك تك. بص كابتن مصطفى عبده حطها ازاي. ودي جمله، دي جمله من ضمن الجمل يا حشيش يا اسلام اللي حتى كمان لعبتنا بيعملوها دلوقتي. ايوه. اجاييه مع مع حسين الشحات مع يعني الون تاتش اللي هو فايلر قدر في الثلث الاخير يقدر يزودها ويقدر ينميها لعيبه النادي الاهلي اللي هي الون تاتش باص واثنين وثلاثه واربعه لحد ما سجل الهدف بالشكل ده. فطبعا اهداف كانت جميله. طبعا ده هنا جمال عبد الحميد عمل الاوفرلاب مع شطه طبعا عملها كروس جميل مصطفى عبده، وقعت من فاروق فوزي وبعدين كملها جمال عبد الحميد عشان يسجل الهدف. كابتن جمال عبد الحميد هو في الاهلي. بالظبط. هو في الاهلي. بس كابتن مصطفى ايه طالع بدماغه 100 100. فانا عايز اقول لك ان ده الثالث. وبعدين طاهر الشيخ الجول الرابع ده نفس الكلام هتوقع من فاروق فوزي. متابعه من طاهر الشيخ طبعا عشان يسجل الهدف الرابع وينهي بيها المباراه. يعني حاجه حلوه. دي 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 مباراه من ضمن المباريات اللي احنا ردينا اعتبرنا بعد خسارتنا للدوري ان احنا نكسب الكاس بالهدف الاعتباري. وبعدين كابتن محمد لطيف رحمه الله عليه قال في تعليقه اللي كان بيعلق على المباراه، مباراه القمه بالذات، قال لك النهارده النادي الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس. بعد الفوز ده. ايوه صحيح. يعني خرجت منه كده واخد بالك، ما تعرفش عفويه ولا هو الكابتن محمد لطيف. يعني بصفه النادي اجاد، يعني النادي الاهلي كان يستاهل انه يكسب. ودي كانت من المباريات الشهيره بالنسبه لنا تاريخيه 78. الماتشات اللي برضو بالنسبه لك اهلي وزمالك طبعا. انا عايز اقول لك بمناسبه الكلام عن يعني دور اللعيبه الكبيره في المباريات دي، دور مهم جدا جدا بالنسبه كمان للعيبه الصغيره اللي اول مره تلعب مباريات اهلي وزمالك. يعني انا فاكر انا كان عندي مشكله كبيره ان انا طبعا زمان كان في طبعا مركز الليبرو. الليبرو ده مشكله اخر واحد في الملعب، اي غلطه جون. صح. غلطه جون في ماتش الزمالك يعني معناها انا بطلت قعدت في البيت. فتخيل انت، يمكن الكابتن ماهر بقى اقول لك على الدور بتاعه معايا انا بقى شخصيا، لان انا لما طلعت صغير الفرقه الكبيره كان الكابتن مصطفى يونس بيلعب وكان الكابتن ماهر بيلعب وانا طلعت معاهم، وكان دايما صاحب الخبره الاكبر واللعيب الاقدم هو اللي بيلعب في مركز الليبرو قدامه المساك. فانا لما طلعت طبعا بدايه طبعا من الكابتن حسن حمدي كان قدامه الكابتن مصطفى يونس، وبعدين الكابتن حسن بطل بقى الكابتن مصطفى يونس والكابتن ماهر امام قدامه. بالظبط. كابتن مصطفى اما ابتدى بقى خلاص ما يلعبش وحصلت له اصابه، فانا جيت، فطبيعي ان انا العب قدام الكابتن ماهر، فحطونا انا ليبرو، ودي كانت ثقه كبيره جدا جدا، وده كان بتشجيع برضو الكابتن ماهر ليا ان انا العب هو قدامي وانا اللي العب ورا دي. نفس مركزه يعني. بالظبط كده، انا هو اللي العب مساك قدامي وانا العب اخر واحد، دي كانت صعبه. فكان طبعا في يعني مش عايز اقول لك دايما كان بيتكلم معايا، وخصوصا في بداياتي اهم حاجه انا فاكر كان بيقولها لي، قال لي بص الحته بتاعتك دي عايزه العب السليم السهل. تغلط. العب السهل. هتغلط. بس وبعدين محدش هيغطيك خلاص. وبعدين هتبتدي تتكهرب. الله يرحمه كابتن ثابت سعيد ولا كابتن اكرامي. يعني كابتن ماهر قدامي ورا يا كابتن اكرامي يا كابتن ثابت، فانت بتلعب يعني في حته حساسه، فلازم تلعب السهل. الحاجات الصغيره اللي احنا بنحب نعملها دي
يعني تبقى في ظروف معينه وما تبقاش بقى الا بعد ما يعني تلعب موسم في النادي يعني عشان تقدر يعني تبقى يعني تقدر تعمل الثقه تقدر تعمل الثقه. الحقيقه الدور ده يعني دور اللعيبه الكبيره في حاجه زي كده، ومش الدور كمان قبل المباراه، الدور كمان اثناء المباراه. افتكر اول مباراه الاهلي والزمالك لعبتها يا كابتن حشيش، افتكر طبعا ودور اللاعبين الكبار اللي كانوا معاك طبعا، يعني كلام كان مهم جدا بالنسبه لي. دايما العب السهل في ماتشات اهلي وزمالك، لان انت بتلعب برضو فرقه عندها خبرات لعيبه مميزه، فلازم تلعب السهل من البدايه، لان انت مشكلتك انك لو عملت غلطه في البدايه وانت صغير ما بتقدرش تحكم على خلاص الناس حكمت الاداء بتاعك بالظبط، وانت ما بتقدرش كمان تكمل بقى باداء كويس. فلازم تلعب السهل من البدايه. وحاجه مهمه كمان، اللعيبه الكبيره اثناء المباراه انت ممكن وارد انك تغلط، لو جه حد عنفك ولا قال لك حاجه ولا كذا بشكل صعب شويه انت ممكن يدمرك، ممكن يخليك انت ما تعرفش تكمل. انما لما يجي يشجعك بعد اي غلطه دي، والحقيقه دي الحقيقه لقيتها في النادي الاهلي من اول طبعا الكباتن الكبيره، كباتن الفرق كابتن الخطيب طبعا والكابتن مصطفى عبده والكابتن ماهر والكباتن الكبار، كانوا محتضنين اللعيبه الصغيره. يعني احنا عمرنا الحقيقه يعني ما شفنا سواء في اوضه اللبس ولا في تمرين ولا في مباراه حد من اللعيبه الكبيره بيعنف لعيب صغير ولا بيقول له كلمه كده ولا كده ولا كده، ممكن يعنفوا بعض عكس اللي شفناه بصراحه يعني في انديه ثانيه كتير. اما الواحد راح لعب في انديه ثانيه يعني النادي الاهلي له تقاليد معينه، ودايما الكبير بيحتضن الصغير لغايه ما يبقى نجم. لا بس ده كلام يا كابتن بيحصل، ده بس عشان طالع في قناه الاهلي. صدقني عايز اقول لك يا اسلام، عايز اقول لك يا اسلام حشيش، انا لما لعبت معاهم مع العمالقه دول كانوا بيموتوا نفسهم. يعني مثلا كابتن حسن حمدي كان بيغطي وكابتن مصطفى يونس بيموت نفسه على اساس ان عايز يشيل عنك الرهبه، مش عايز تغلط باي طريقه. عبد الباقي نفس الكلام، فتحي مبروك نفس الكلام. انا لما لعبت مع حشيش كده كنت بموت نفسي عشان ما يغلطش بالظبط كده، مش عايز حاجه توصل لحشيش الا اذا كانت خالصه مخلصه، يقدر يوقفها ويقدر يبني هجمه يقدر يطلع. وانت عارف اسلام في الحته دي كمان قلبي الدفاع دولت ممكن الكابتن مار على اساس انه بقى لعيب كبير يقول لك لا انت اجري بقى على الكور الطويله وتروح وتعالى. لا بالعكس، هو اللي بيبادر بالظبط ان هو يروح ويقطع وكده ويحط نفسه في الحاجات الجامده وفي الكور العاليه عشان برضو انت يعني تقدر تلعب بشكل مستريح بالظبط اكتر. يعني مجهود بيتبذل اكتر من الخبرات بالظبط. يعني انا لدرجه ان انا كنت الكوره بتروح لحشيش كنت بضطر اعمل ليبرو عشان امنه تحسبا، يعني حاجه تحسبا اللي ممكن يحصل حاجه يعني، واخد بالك؟ فدي من ضمن الحاجات. خلي بالك خلي بالك، اي حد هيقعد في المكان ده من اللعيبه هيقول الكلام ده كله طبعا طبعا، لان هي دي فعلا حقيقه موجوده في النادي الاهلي على مر الاجيال. طيب هنطلع نشوف تقرير النادي الاهلي بينهي استعداداته لمباراه السوبر، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه الممتعه. وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرتوش الأخيرة على استعدادات الفريق لخوض بطولة السوبر المحلية أمام الزمالك. حدد الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر المدير الفني للفريق 11:30 صباح غد كموعد للتجمع بمطار القاهرة الدولي قبل التوجه لاستقلال الطائرة. تصل البعثة إلى الإمارات مساء الاثنين، وذلك لبدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 من الشهر الجاري. كان الأهلي قد وصل تدريباته الجماعية أمس السبت عقب الفوز على المصري يوم الجمعة الماضية بثلاثية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري. منح فايلر الفريق راحة من التدريبات اليوم تجنبا للإرهاق واستعدادا للسفر ظهر غد إلى الإمارات. ووضع ريني فايلر برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر بالتنسيق مع توماس بينيكيل مدرب الأحمال بالفريق، حيث تضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق في الإمارات بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا. من المقرر أن يؤدي الأهلي تدريباته في أبوظبي يومي الثلاثاء والأربعاء، في حين أن فايلر سوف يحسم مصير خوض الميران الأول بأبوظبي يوم غد الاثنين فور وصول البعثة التي سيكون في انتظارها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، واللذين سبقا الفريق إلى أبوظبي للاطمئنان على كافة الترتيبات هناك.
كابتن ماهر، تفتكر فايلر بيفكر ازاي لمباراه السوبر؟ احنا دايما عايزين نتكلم الفتره دي بشكل عام، يعني مش عايزين نتكلم على حد معين باسم معين او بشكل معين، لانه في النهايه هي مفاجآت قد تحدث وقد لا تحدث. هو واضح ان هو يعني ذكي جدا ومركز وبيعمل حساب لكل مباراه. وعارف ان مباراه القمه اول مباراه قمه بالنسبه له ياخدها من اول ما تولى المهمه. تاني واحد اسف تاني تاني مباراه بالنسبه له، فهو بيعتبر ان المباراه ديت مباراه 90 دقيقه باهدافها استراتيجيتها اعدادها النفسي الذهني البدني التكتيكي كل الكلام ده موجود بالنسبه له. ايوه يعني لو هنتكلم على الاعداد الذهني والنفسي، هو واضح انه شاطر، واضح ان هو في الجانب ده موصله اللعيبه واللعيبه كلها مرحبه، كلها حابه جزئيه التعامل اللي فيها احترافيه بينها وبين اللاعبين. درجه اسلام احنا اول مره نشوف مدير فني ما بتفرش معاه، يعني احنا قعدنا كم مره في كذا استوديو مش عارفين نراهن على مين التشكيله الامثل. وبعدين مع الاسف يعني انا مره كسبت بس بطل وبعد كده لقيت بقى ان الراجل فايلر عمال يلعب بينا، فقلت لا ده خلاص. لا بقول لك ايه، قلت لا خلاص الراجل ده خطير يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا اتعلمناها فنيا، يعني احنا زمان كنا بنقول التدوير على اساس يبقى فيه ثبات للتشكيل، لكن النهارده الراجل ده يعني اتطور الجزئيه دي، التدوير لاجل استشفاء اللاعبين والحفاظ عليهم، وان ازاي لعيبه النادي الاهلي كلها تشارك وتادي الشغل اللي هو بيعمله. فالنهارده حته التشكيله مش قادرين نقول مين اي تشكيله نقدر تبقى موجوده في مباراه القمه القادمه، لكن اي تشكيله هيبدا بيها مستر فايلر انا متاكد ان كل اللعيبه هيبقى عندها الدوافع وكل لعيبه حابه ان هي تلعب مباراه بقمه الزمالك، وخصوصا في ابو ظبي بهذا الشكل، لان ابو ظبي تعتبر منظومه اداريه واحترافيه والمصريين موجودين فيها بشكل كبير جدا، فبيعتبر يوم عالمي ويوم عيد بالنسبه للمصريين. طبعا بنحيي الاخوه الاماراتيين على ان هم بيستضيفوا المره الثالثه السوبر بين الاهلي والزمالك، وهم حابين العلاقه اللي بيننا وبينهم علاقه اخويه، وهم شعب طيب جدا وشعب محب لمصر والكره المصريه. عايز اقول لك بالنسبه للتشكيله، اي تشكيله يا اسلام الراجل هيبدا بيها زي ما قلت لك كل الدوافع وكل الاستراتيجيه وكل التوازن اللي موجود من خلال الجانب الدفاع او الجانب الهجومي. هنا دور بقى اللعيبه اللي هتشارك لازم يبقى عندها نوع من الثبات الانفعالي، نوع من بالظبط الهدوء، تنفيذ تعليمات المدير الفني، الاصرار ودوافع الفنان الحمراء على احراز البطوله واحراز الفوز. وعايز اقول لك ان النادي الاهلي ما بيخافش من اللقاءات دي، بالعكس بمحبين اللقاءات اللي بالشكل ده، وان اللعيبه كلها مستعديه بشكل جيد. هيفضل بعد كده اسلام التوفيق وعدم التوفيق، نتمنى ان شاء الله يبقى التوفيق من خلال النادي الاهلي في هذه المباراه. هل المفاجات وارده في القمه ولا كل شيء محسوب هنا وهنا؟ بس خلينا نتكلم على الاهلي طبعا الاول. طبعا انا طبعا المفاجات وارده بالنسبه لفايلر، هو طبعا كل له نظره دايما مختلفه خارج التوقعات. ايوه يعني هو دايما له نظره خارج التوقعات، بيعرف يعني يحط اللعيب المناسب في المكان المناسب للطريقه اللي هيلعبها مع الخصم اللي قدامه او المنافس اللي قدامه. انا اعتقد لو هنتكلم بشكل عام على المباراه دي، اعتقد ان فايلر هيلعب على الجانب النفسي. هو عارف ان الزمالك جاي من بطوله، مظبوط، صحيح ماتش واحد انما هي بطوله يعني حاصل نشوه بالمكسب، رجعوا عشان يحتفلوا بالبطوله مع الجمهور بتاعهم وكلفهم سفر زياده، حقهم طبعا. اللي انا عايز اقوله ان انت برضو لازم يعني انا لو منه، اولا لو هتخيل ان انا بفكر يعني معاه، لازم اتغلب على الحته دي ان فرقه نازله واخده ثقه ببطوله بتلعب النادي الاهلي كسبانه سكور، انت لازم تلعب على الحته النفسيه انك من اول دقيقه تضغط عليه ضغط جامد. وانا اعتقد ان مباريات اغلب مباريات اهلي وزمالك
اللي الاهلي ادى فيها باداء كويس وكسب الزمالك سكور، كان من اول دقيقه في المباراه بيضغط ضغط عالي من فوق، ما بديش فرصه للعيبه النادي الزمالك انها يعني تركب الماتش، وخصوصا في ظروف زي دي. بقول لك راجع من مكسب وعايز يعمل نتيجه كويسه مع المنافس التقليدي طبعا النادي الاهلي في بطوله اخرى، فيطمح لها طبعا نادي الزمالك. انما انا بقول ان النادي الاهلي لو هنفكر هيلعب ازاي، لا هيلعب ضاغط على نادي الزمالك عشان يقتل الحته النفسيه ويباغت نادي الزمالك بهدف. ده لو الكابتن حشيش مدير فني، ده لو انا بقى ما اعرفش هو هيفكر ازاي طبعا، انما عشان اقتل الحته دي من البدايه. وطول عمر احنا عارفين مباريات اهلي وزمالك، الاهلي لما بيتقدم بهدف بيغير الحسابات خالص بتاع نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني في مرات قليله قوي اللي بيقدر يرجع للمباراه تاني، انما في اغلب المباريات ممكن السكور بيزيد. وطبعا يعني اكيد شغل الجهاز المعاون زي الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا وكابتن سامي، ان هم طبعا لازم هيبقوا متكلمين كتير قوي عن المباريات الاهلي والزمالك، والحته العامل النفسي دي مهمه. واعتقد ان احنا اللعيبه بتاعتنا اعتقد انها جاهزه، مش عايز يبقى في ضغط بقى من الجمهور. طبعا هو الراجل ما بي يعني ما بيبصش اي ضغط من اي ولا حد فارق. ولا فارق معاه خالص، هو هادي جدا جدا تاني. خالص يعني انا بتهيألي الراجل عشان كده بيعرف يفكر كويس وبيعرف يغير بشكل كويس. دي مهمه جدا اسلام، خصوصا زي ما بنقول احنا في مباراه زي اهلي وزمالك، مباراه قمه، هدوء الاعصاب مهم جدا. احيانا الحماس الزايد من ناحيه المدرب حتى ممكن يخليه يغلط في التشكيل، يخليه ان هو يتسرع في التغيير، يخليه ان هو يلعب بطريقه مثلا حماسيه زياده عن اللزوم، ما تناسبش امكانيات الفرقه بتاعتك والمنافس. انما الهدوء بيخليك تفكر كويس، بيخليك تقسم المباراه لسيناريوهات كتيره، واعتقد ان هو بيجيد الحته دي وبيغير من اداء اللعيبه كمان في الملعب. يعني ممكن يعمل، احنا شفناه في اكتر من مباراه بنشوفه اثناء المباراه بيعمل تغييرات من جوه، بنلاقي مثلا الطرف الشمال راح ناحيه اليمين ومش عارف مين جه الناحيه دي وبتاع، بيغير الكلام ده. اعتقد هو بقى عنده من الادوات ومن الخبرات مع لعيبه النادي الاهلي خلال المباريات اللي فاتت دي كلها، ان يقدر يلعب بالطريقه اللي تناسب النادي الاهلي، وحتى ممكن يقدر يغيرها مره واثنين داخل الماتش يعني. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير اخير عن تعدد الهدافين مع ريني فايلر، ونرجع نتكلم بقى على اهم نقاط الضعف والقوه المتواجده في نادي الزمالك. الاهلي في كل حته عمال يجيب جوان، ترسانة حمراء دكت حصون جميع الفرق التي قابلها هذا الموسم تحت قيادة السويسري ريني فايلر، الذي نجح في استخراج كل طاقات لاعب المارد الأحمر التي تفجرت في مرمى الخصوم. الأهلي الهجومي هذا الموسم لا يكتفي بتحقيق النقاط الثلاث، وإنما يزينها بأهداف كثيرة تحمل صرخات الجماهير المتعطشة لانتصارات مستمرة وأداء رائع كعهدها بالفريق واللاعبين عبر التاريخ. هذا الموسم انطلق قطار المارد الأحمر بدهس الغريم التقليدي في كأس السوبر المحلي بثلاثية حمل توقيع النسر النيجيري جونيور أجاي، الفهد المنطلق حسين الشحات. بعدها كشر المارد الأحمر عن أنيابه، سجل الأهلي 43 هدفا في 15 مباراة بمعدل يقترب من 3 أهداف في اللقاء بتوقيع 14 لاعب. شهدت أهداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري مشاركة جميع اللاعبين، حيث سجل خط الدفاع 3 أهداف وخط الوسط 8 أهداف، بينما كانت الحصة الأكبر من نصيب المهاجمين الذين سجلوا 32 هدف. يتصدر الحاوي وليد سليمان قائمة أهداف النادي الأهلي في مسابقة الدوري برصيد 6 أهداف، يليه النسر النيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات برصيد 5 أهداف، ثم ساحر الصغير محمد مجدي أفشة والعافيجي رمضان صبحي لكل منهما 4 أهداف. سجل الرباعي علي معلول، أحمد الشيخ، مروان محسن، الوافد الجديد، الفولت العالي كهرباء 3 أهداف. وكان لنجم خط الوسط عمرو السولية نصيب من أهداف المارد الأحمر في مسابقة الدوري، حيث سجل هدفين بالتساوي مع المغربي وليد أزارو.
سجل الثلاثي أليو ديانج وأليو باتجي وحمدي فتحي هدف واحد. أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا فحدث ولا حرج، حيث سجل النادي الأهلي في جميع مبارياته هذا الموسم باستثناء مباراته التي خسرها بفعل فاعل أمام النجم الساحلي التونسي في بداية دوري المجموعات. المارد الأحمر سجل 27 هدف في 10 مباريات بمعدل 2.7 هدف في المباراة الواحدة. يتصدر حسين الشحات قائمة هداف الأهلي في المسابقة القارية برصيد 5 أهداف، ثم وليد سليمان برصيد 3 أهداف، كما تضم القائمة حمدي فتحي، جونيور أجايي، وليد أزارو لكل منهم هدفين، بالإضافة إلى أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي، مروان محسن، علي معلول، أحمد الشيخ، أحمد فتحي لكل منهم هدف. في مسابقة كأس مصر حقق الأهلي انتصارا ثمينا على بني سويف بنتيجة 3-1، حمل توقيع الثنائي أحمد الشيخ ووليد أزارو هدفين. ماهر، برضو عايز اعرف اهم نقاط الضعف والقوه من وجهه نظر حضرتك في نادي الزمالك. بص اسلام، عايز اقول لك ان الانجابتين متشابهين بشكل كبير قوي. يعني من القياده الفنيه مستر فايلر وكارتلون بالنسبه للزمالك، تحس ان الاثنين مدربين عندهم نفس الصفه، الهدوء في الاداره الفنيه. ايوه، عندهم التغييرات المناسبه في الوقت المناسب. كارتلون يمكن الفتره اللي فاتت وصل للتشكيله الامثل في الثبات، يمكن هي اديته الفاعليه واديته الحقيه في الفوز في مباراه الترجي الاخيره. هنبص مثلا على خط الظهر، هتلاقي حراسه المرمى يعني يمكن الشناوي اعلى بشكل كبير جدا من ابو جبل، لكن ابو جبل ماشي بخطوات في الاربع خمس مباريات اللي فاتوا دول بخطوات ايجابيه، لكن الشناوي ما شاء الله افضل من محمد عواد بكتير. يعني كتير، لكن الشناوي ما شاء الله، يعني كل المباريات اللي فاتت ربنا يحميه بيعتبر رجل المباراة في معظم المباريات اذا كانت الافريقية او المحلية. هنبص لخط الظهر برضك في التوازن، هتلاقيه قريب قوي، قريبين جدا من بعض من ناحية الاطراف. يمكن معلول في ناحية الليفت بيزيد بشكل كبير جدا على عبد الشافي، عبد الشافي يمكن عنده الجانب الدفاعي أكتر من الجانب الهجومي. عمل اوفر عالمي. هنبص ناحية اليمين هتلاقي يمكن حازم امام عنده سرعات وعنده اختراقات. احنا عندنا محمد هاني، عندنا احمد فتحي، لكن عنده مشكله في الحته اللي في ظهره، برضك ممكن تبقى ثغره من ضمن الثغرات اللي ممكن النادي الاهلي يعتمد عليها بشكل كبير. هنبص على قلبي الدفاع، عندهم محمود علاء ومحمود الونش. احنا برضك بالنسبه لنا عندنا مجموعه ممكن تلعب فيها مجموعه يعني رامي بصفه اساسيه وصل لمرحله الفورمه التجهيزيه وبشكل جيد. عندهم وسط الملعب بيجمع بين الخبره والقوه والمهاره. احنا كمان اذا كان فرجاني ساسي او طارق حامد، احنا بالنسبه لنا بردك يمكن الفتره اللي فاتت ديانج كان مفاجاه بالنسبه لنا بشكل كبير جدا، اضافه جميله لخط وسط النادي الاهلي، مع طبعا التوازن اللي موجود عليه عمرو السوليه والنضج اللي بدا عليه عمرو في خلال المباريات السابقه. الجزء الهجومي بقى يا اسلام برضك متشابهين بشكل كبير. عندهم أمامة بيلعب وزيزو ناحية الطرف، وبيلعب بن شرقي تحت أو في الطرف الثاني، وبعدين مصطفى محمد في القوة الهجومية، متشابهين بشكل كبير. فأنا عايز أقول لك إن من هنا نقدر نقول الأرقام بتقول إن فرق كبير جدا. لكن قبل كده كان في وضوح ان النادي الاهلي فارق بشكل كبير جدا، وكان النادي الاهلي بيحسم اللقاءات دي وكلنا كنا بنتنبأ بيها. لا، النادي الاهلي كان افضل، النادي الاهلي لا، النادي الاهلي له اليد العليا. فانت النهارده في توازن بالنسبه للفرقتين، لكن زي ما بقول لك النادي الاهلي بخبرته بدوافعه
باصراره وهدوءه واللقاءات اللي فيها البطوله بالشكل ده بيبان فعلا معدن لعيبه النادي الاهلي مع جمهوره طبعا اللي بيسانده بشكل كبير. فان شاء الله هتبقى هي القوه الضاربه بالنسبه لنا جمهورنا اللي بيدينا الدفع بشكل كبير جدا في هذه اللقاءات. كابتن حشيش، الزمالك سيخوض هذه المواجهه امام النادي الاهلي بنفس استراتيجيه الترجي من وجهه نظرك ولا باستراتيجيه اخرى؟ انا بتهيألي ان هو هيبدا المباراه بتحافظ شويه نادي الزمالك. احنا لو انا مختلف معاكم في حته ان في تقارب شويه كابتن ماهر بين الخطوط اهلي وزمالك، لا انا شايف انا شايف النادي الاهلي متفوق في جميع الخطوط. يعني حراسه المرمى هنشوف نجم المباراه اللي فاتت المصري الشناوي، خط الظهر اقل عدد من الاهداف 3 اهداف خلال 15 مباراه. انا قلت الارقام بتفرق كتير. نص الملعب في تميز لعمرو السوليه وديانج، لو الاثنين هيلعبوا ما تعرفش برده ايه اللي ممكن يحصل. خط الـ كتير بقى نص المهاجم. يعني لو هنشوف بقى نقاط الضعف في نادي الزمالك، انت عندك في قلبي الدفاع محمود علاء والونش في نوع من البطء، وفي حته برده واحد على واحد دي بتفرق جامد قوي مع الونش او كمان من الونش بالتحديد. الكرات اللي على خط 18 او جوه ال 18 بقى فيه نوع من الاندفاع ممكن النادي الاهلي يستغلها عن طريق اصحاب المهارات. الثبات الانفعالي بتاع محمود علاء يعني صعب جدا جدا، ممكن اي حد يعني ممكن يستفز بشكل صعب شويه، وبالذات في مباراه زي اهلي والزمالك. عندك برضو طارق حامد استفز في الملعب، في الملعب طبعا في الملعب، الناس تاخد لا في الملعب يعني انت عارف الكلام بيبقى لا بلغه الكوره بقى لما نتكلم لحد راح له واحد على واحد كويسه بالظبط كده يعني ممكن من اللعيبه في لعيبه بتبقى يعني عارف ازاي تترقص يعني ممكن يخرج عن شعوره يعني. كذلك طارق حامد في تهور كبير جدا في الاندفاع في نص الملعب، ممكن فاول في الثاني، ممكن ياخد انذار في طرد وارد قوي. النادي الاهلي من الحاجات اللي بيوجدها واللي هي ممكن تفرق قوي في مباراه الزمالك هو نقل الكوره من الدفاع للهجوم. النقلتين والثالثه قدام نادي الزمالك ما عندوش حته ان هو يبتدي يعني يظبط نفسه في الحاله الدفاعيه ويبقى واقف متمركز دفاعيا. لو شفنا الاهداف اللي دخلت في نادي الزمالك خلال مباريات الدوري اللي فاتت كلها كرات سريعه من الديفنس على لاعبي نص الملعب، اختراقات، الناس بتروح تجيب اهداف كتيره. عندهم نقاط طبعا قوه زي مصطفى محمد في الكور العرضيه طبعا والكور العاليه، واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين الحقيقه. وكذلك دلوقتي بقى عنده ميزه اكتر كمان اللي هو التصويب من خارج ال 18، فبرضه لازم يكون الديفنس عندنا عنده الحته دي. كذلك برضه في مشكله عند حازم امام في حته البكرايت، شفناها باينه قوي خلال مباراه الترجي. الكوره كانت بتتلعب طويله ورا حازم، الراجل كان بياخدها ويعمل كذا كوره خطر، كان ممكن يجي منها اكتر يعني اهداف كتيره. لو هتكلم على سنه صغيره بس ماتش الترجي والزمالك اللي فات، ان الزمالك كان في حاله توفيق كبيره قوي، اهدافه جت في توقيتات بدري مناسبه ليه جدا جدا في اول الشوط الاولاني، اول 3 4 دقائق واول الشوط الثاني، نتيجه برضو غلطات. يعني الغلطه اللي هي الكره اللي بالعرض كل جون غلطات طبعا. الجون الثالث كان خلاص المباراه هربت، وكان في دفاع هجومي من الترجي. عايزين نقول ان كل الحاجات دي طبعا اللي احنا بنقولها، وفي حاجات كتيره اكتر من كده بكتير، بس الوقت طبعا مش هيسعف. طبعا فايلر حاطط ايده على نقاط الضعف، بس انا بقول ان مكسب النادي الاهلي هي الهدوء الاعصاب، التركيز طول ال 90 دقيقه، استغلال نقاط الضعف بصوره كبيره جدا جدا، وهي هعيد عليها تاني الهجمه السريعه على نادي الزمالك بتعمل له مشاكل كبيره قوي. عموما لسه قدامنا اسبوع او 4-5 ايام خلال الايام القادمه سيكون هناك تحليل فني وافي لكل ما نقاط الضعف والقوه المتواجده في نادي الزمالك، ايضا كيف سيلعب النادي الاهلي خلال هذه الفتره. كلام كتير جدا هنقوله لحضراتكم، ويعني ان شاء الله مفاجات خلال اليومين ثلاثه القادمه هتبقى ان شاء الله تعجب جمهور النادي الاهلي بالكامل. شويه تقنيات كده جديده هنشتغلها مع حضراتكم ان شاء الله ان شاء الله، بس اول ما يقولوا لنا هنقول لحضراتكم مباشره. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن مال، شرفت ونورت. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شرفت ونورت. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تتشدوش مع حد، بعد اذن حضراتكم ما تتشدوش مع حد، عندنا مباراه هامه الخميس القادم.
أي رد على أي حد إن شاء الله هيكون من خلال الملعب ومن خلال النجيلة. هي ده النجيلة الخضرة دي هي دايما اللي بتخلينا إحنا كنادي أهلي نرد ونرد رد وافي إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الثلاث. يوم الثلاث هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة في 8 الساعة 10 وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.